السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم أحب أتشرف بتقديم الأستاذ الدكتور علي عبد الرؤوف هو معماري ومصمم عمراني ومخطط وناقد وكاتب وأستاذ جامعي وحصل على الدكتوراه في دراسة الإبداع المعماري والعمراني في جامعتي القاهرة وكاليفورنيا ببروكلي بالولايات المتحدة عام 1996 وعلى درجة الماجستير في النقد المعماري والعمراني وبكالوريوس العمارة من جامعة القاهرة وله أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة الأكاديمية والبحثية والإستشارية، وقد شغل منصب رئيس قسم العمارة في جامعة العلوم والفنون، وعمل منسقًا لبرنامج التخطيط العمراني بجامعة قطر، وقام الدكتور علي عبد الرؤوف بتدريس التصميم والنقد المعماري العمراني ونظريات العمران وتخطيط المدن في عدة جامعات أهمها القاهرة والبحرين وقطر. قام بتأليف كتب عدة وصدر له نقد المعماري ودوره في تطوير العمران المعاصر الحالة المصرية والعربية ومن مكة للاس في جاس أطروحات في العمارة والقداسة ومدن العرب في رواياتهم ومقالات نقدية في العمارة المصرية ومدونات معمارية عمرانية والتنمية العمرانية المرتكزة على المعرفة في الشرق الأوسط وحصل على جوائز عدة أقليمية وعالمية فشرفنا وجود الدكتور وإن شاء الله محاضرة متميزة كالعادة اتفضل يا دكتور شكرا جزيلا انا تسمح لي بس هعمل شير للسكرين اتفضل يا دكتور إن شاء. ان شاء الله تكون واضحه للجميع اه تمام اه تمام يا دكتور زهر ممتاز ممتاز متاسف بسم الله الرحمن الرحيم أنا عاجز عن الشكر أخويا المهندس عمر وشرف كبير جدا لي دعوتي وأنا يعني سعيد بحضراتكم جدا وسعيد ببيم العربية زي دايما بأصفها إنها مؤسسة ناشرة للمعرفة وحاجة مشرفة جدا جدا في وطننا العربي أنا أيضا أنتهز الفرصة وأتقدم لكل اللي بيحضروا معانا اليوم بالتبريكات بمناسبة الأيام الجميلة اللي احنا مقدمين عليها أحبائنا المسيحيين أتمنى لهم عيد ميلاد سعيد وأيضا لينا جميعا إن شاء الله سنة سعيدة أنا متوقع إن احنا يمكن نتوقف عن الأنشطة لغاية بداية العام القادم فكل عام وحضراتكم بكل الخير والسعادة أنا دايما الحقيقة جدلي في اطروحاتي بحاول بقدر المستطاع ان انا اعمل ما يمكن ان نسميه واصبح معروف عني نوع من انواع المناخ الاستفزازي، المناخ الذي يجعلنا نتساءل ونفكر وفي هذا الاطار هتشاهدوا حضراتكم عنوان المحاضره اللي فيه رفض لمكون اساسي من مكوناتنا كمعماريين وعمرانيين وهو الواجهات أنا بقول قل لا للواجهات المعمارية قل نعم للتجارب المعرفية وأنا أعتقد أنني سأحاول أن أكون مع حضراتكم يعني أطروحة أنا بأستأذن حضراتكم أن هذه الأطروحة هي جهد مني مطلوب أن يتعرض لأقصى درجات التساؤل والنقد والحوار بإذن الله انا اريد ان اكون جدليه في التصميم المعماري لها علاقه بحقبه جديده نعيشها وهي حقبه العمران المعرفي اذا ما هو دور العماره والعمران في ضوء هذه الحقبه ومن خلال هذا التامل ساركز على فكره الواجهات المعماريه ولماذا انا ادعو الى ان نتحول من مفهوم اننا نصمم واجهات الى اننا نصمم تجارب خليني ابدا مع حضراتكم ب يعني سرديه بسيطه لعلاقتي علاقتي بتجاربي الاولى جدا جدا في كليه الهندسه، انا دخلت كليه الهندسه في جامعه القاهره و يعني زي ما حضراتكم كلكم عارفين في مادة مهمة جدا اسمها الرسم الهندسي والمادة دي بتبقى يعني فعلا جميلة لأن الواحد كمان بيبدا يجيب الادوات اللي تشعره اثناء حركته في الشارع بيعلن للجميع انه مهندس، فانا كنت انا متذكر جدا جدا ان انا كنت سعيد جدا اما رحت اشتريت المسطره التي وجبت المثلثات بقى 30 60 وال 45 وبتحرك بيهم كل يوم سواء في حصه رسم او ما فيش حصه رسم، المهم ان انا من البيت الى الجامعه فرحان جدا بهذا الموضوع، لكن الاسقاط الهندسي او الرسم الهندسي ده اللي هي كانت مادة مهمة جدا كانت بتحاول تعلمنا ازاي لو في تكوين ثلاثي الابعاد احنا نقدر نرسم يعني واجهات او مساقط مختلفة ليه والامتحان كان بيحاول يخلينا نكتشف يعني يجيب لنا مسقطين ونجيب الثالث وحاجات من هذا النوع. أنا الحقيقة القلق اللي كان عندي إني أما دخلنا قسم العمارة شعرت إن هذا الفكر ثنائي الابعاد انا بسميه الفكر ثنائي الابعاد امتد لقسم العماره، بمعنى من ضمن الملاحظات اللي يعني اتمنى حضراتكم تتذكروها معايا او يمكن تكون يعني حادثه في بعض الاقسام حتى هذه اللحظه ان يتوزع علينا جدول اسمه الجدول الزمني لمشروع معين. فالاقي انا اتامل هذا الجدول فلاقي مثلا من تاريخ كذا لتاريخ كذا المساقط الافقيه. ومن تاريخ كذا لتاريخ كذا الواجهات فالفكره اللي كانت دايما بتقلقني ودايما بتعمل لي ارتباك كبير جدا جدا هو انا دلوقتي مش انا معماري يعني مش انا دلوقتي خلصت الرسم الهندسي وخلصت الاسقاط وخلصت الرسم ثنائي الابعاد واصبحت رجل انتمي الى قسم هذا القسم بيجعلني افكر في المبنى لو القضيه كده ليه العمليه التصميميه مفككه ومبعثره الى حي الزمني بنفكر فيه في المساقط ثم نبدا في عمليه الواجهات قضيه اخرى او تجربه اخرى حدثت لي انا بصوره شخصيه ايضا احنا كان عندنا استاذ في التصميم المعماري رحمه الله في السنه الاولى اسمه الدكتور علي بسيوني حاجه من من اساطير التعليم المعماري، يعني في في عندنا في الجامعات المصريه مجموعه من الاساتذه بيبقى في حواليهم هالات مقدسه، ويعني في يعني ساعات عنف شديد في تعاملهم مع الطلبه وخلافه، لكن المهم ان كان في تدريب سريع يعني مش مشروع، تدريب سريع لان انت تعمل بيت صغير، يعني بيت صغير كده حاجه بسيطه جدا جدا ف اللي انا مت... يعني رسمت السكتشين دول من الذاكره، السكتش اللي على اليمين اللي انا باشير اليه ده، ده السكتش اللي انا عملته، والاسكتش المقابل لي ده كان زميل ليا. أنا... انا ما كنتش ما كانش ليا اي اقرباء او اي معرفه في عائلة في لهم علاقه بالعماره، انا كنت ال... 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 يعني الشريد الوحيد من هذه العائله اللي دخلت العماره، وزميلي اللي على اليسار السلايد ده كان معرفش والده معماري وعمه معماري وخالته متجوزه معماري والموقف يعني قوي جدا جدا عندهم. اللطيف في الموضوع ان انا بسبب السكتشين دول تعرضت لواحده من اكثر التجارب الما في حياتي. التجربه كانت ان بعد ما الدكتور شاف المثالين دول قال لي انت ليه دخلت عماره يا ابني؟ كويس كده؟ لكن هو الواقع ما كانش شاف او ما رضاش يركز نهائيا في هذه الحاله. انا كنت ساكن في شقه مع ابويا وامي واختي الله يرحمهم واما و... اتقال اعملوا تجربه او اعملوا رسم او يعملوا تصميم ل... ل... لبيت أه؟ انا فكرت في بيت جدي، جدي عايش في المنصوره وبيت جدي يعني في حديقة داخلية وفي مكان أمامي بيسموه مضيافة بيستقبلوا فيه الزوار فأنا بدأت أفكر فيما يمكن أن أسميه منطق حياة في, هذه في هذا البيت زي ما أنا بحبه فأنا فوجئت أن هذا المنطق لم يتم رؤيته ولكن ما تم رؤيته هو هذه الواجهة اللي أصفرت عن ليه دخلت عمار يا ابني في الوقت الثاني الـ 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 الأخ أو الزميل الآخر اللي هو كان عبارة عن حجرتين ملتصقتين ببعض اتقال له أنت راجل معماري محترم جدا ونحن فخورين جدا بوجودك في قسم العمارة الحقيقة أنا كلمة ليه دخلت عمارة يا ابني دي أنا الحقيقة تعرضت ليها بالذات في السنة الأولى والسنة الثانية لمرات متعددة وده يمكن نعمل محاضرة كاملة على هذا الموضوع فكرة كيف يتم التعامل مع طلبة العمارة وكيف يتم تقييمها لكن بنفس المنطق أنا متخيل نفس الأساتذة دول لو شافوا مثلا أعمال واحد زي إليخاندرو أرفينا اللي واخد جايزة البريتسكر اللي هي تعتبر جايزة نوبل في العمارة ولو توجه من واجهات مشروعاته دي ترسمت بالطريقة العادية أنا أعتقد برضو أن هم يمكن يسألوه ليه دخلت عمارة يا ابني لكن الواقع إن إن هم ما بيدركوهوش إن إن أليخاندرو أرفينا في هذا المشروع مثلا لا يعني الوجه بالسياق البصري الجمالي لأن هو رجل مهتم بمجموعة مستهدفة معينة وهي إسكان اجتماعي وهو يريد في أن يحافظ على حقوق الإنسان ويحافظ على منطق معيشة محترم للناس مهما كان دخلهم ومهما كان وسطهم الاجتماعي أيضا تلحظوا حضراتكم أن في أقسام العمارة في العالم العربي وبالذات في الجامعات التي شهدت نشأة مدارس العمارة الأولى زي حالة مصر سوريا، العراق وخلافه، انا أعتقد ان هناك ظاهره اسمها بوزاريه التعليم المعماري، بوزاريه التعليم المعماري جايه من مدرسه البوزار اللي هي مدرسه الفنون الجميله اللي كان ليها تاثير كبير جدا على الاكاديميين العرب لان جزء كبير تخرجوا منهم الرعيل الاول ثم علموا الرعيل الثاني من المعماريين وهؤلاء جميعا كانوا مشتركين فيما يمكن ان نسميه فلسفه لمدرسه البوزار وهي الواجهه كمشهد الواجهه كعمل فني الواجهه كلوحه زيتيه وانا لا ابالغ ان حجم الجهد الذي كان يبذل في مدرسه البوزار لخلق دراميه حول العمل المعماري كانت في بعض الاحيان أكثر كثيرا جدا جدا من الجهد التصميمي، لأن في أوقات كثير جدا كان الجهد التصميمي بيبقى عبارة عن تطبيق مباشر لتراث كلاسيكي معين، لكن كان مهم جدا دراما الوجهة المعمارية، البحر، شراع المراكب، درامية السماء، حاجات من هذا النوع، وده اللي خلى الثقافة دي تكون ثقافة الحقيقة بارزة جدا جدا وأثرت تأثير في رأيي عميق وما زالت تؤثر على كيف نحكم على الاعمال المعماريه. وانطلقنا من حاله الاظهار بالوان الزيت والوان الجواش والوان المياه الى ما يحدث الان بتقنيات مذهله للاظهار في عالم الرقمي، لكن ده برضه يخلينا حذرين جدا من فكره كيف نقيم الاعمال. بنفس المنطلق أنا عايز أضع أمام حضراتكم أيضا يعني مقابلة قد تكون مدهشة للبعض. حسن فتحي رحمه الله مقابل دوتشي المعماري الهندي الشهير وهو أيضا حصل على جائزة بريستكر في سنة 2018 عن مجموعة من أعماله. نلاحظ هنا حسن فتحي على الرغم من انتمائه الكامل لعمارة الفقراء ومن ومناداته بها، لكن الحقيقة هو في رسوماته الزيتيه واللونيه المختلفه كان متاثرا جدا جدا بهذا الطرح الدرامي الذي كانت تقدمه البوزار وحول بالذات الواجهات الخاصه بمشروعاته الى فعلا لوحات معماريه ولوحات فنيه وايضا تلاحظوا حضراتكم التكثيف الدرامي الذي اتحدث عنه. الحقل ثم ضفة النهر ثم أشرعة المراكب وهكذا مقابل لهذا التصور نجد مثلا في حالة دوتشي أنه فهموا للواجهة المعمارية أنها محاولة للتركيز على أنماط الحياة وأنصاق الحياة التي ستتخلل هذا المشروع أين ستجلس السيدة مع أولادها؟ أين سيجلس الشباب ليتحوروا ويتصمروا؟ كيف سيجلس أب مع ابنه في شرفة علوية ليطلوا على الحارة؟ كيف سيقف التاجر البضائع المتجولة تحت الشجرة ليبيع شيء وبعض أهل القرية يلتفوا حوله؟ هنا أنا أعتقد أننا نتحدث عن تحول من أن الواجهة هي إسقاط ملون ومبهر إلى أن الواجهة هي تكثيف لمعاني الحياة، محاولة لاستكشاف كيف سيتعامل الإنسان مع هذا المشروع. مدهش أيضاً إن أنا بتابع طبعاً بصورة مكثفة جداً التطورات الأكاديمية والبحثية في مصر. مثلاً شفت دراسة أنا بعطي لحضراتكم أمثلة يعني انا رصدت في يعني عشرات ان لم يكن مئات رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر اللي بتتكلم على الواجهات يعني رساله عنوانها كده تطور الواجهات تغير الواجهات وانا يعني تقريبا جت لي فرص اني اتحرك لجامعات في اكثر يمكن من أربعين دوله ولم اجد اي برنامج اكاديمي في الدراسات العليا يركز على فكرة الواجهة أو تطور الواجهات أن تتحول إلى محاور لدراسات الماجستير أو الدكتوراه الأهم من كده أن إحنا نتأمل دراسة زي اللي أمام حضراتكم تأثير تطور الواجهات في مصر على الصورة البصرية للمدن الحضارية الحديثة يعني الكلام كبير جدا وضخم جدا وغير مفهوم جدا يعني إيه الصورة البصرية ويعني إيه المدن الحضارية ويعني إيه المدن الحديثة ثم دراسه حاله الفيلات بمدينه الشيخ زايد وتتامل المجموعه الصور طبعا تشعر بمشاعر يعني متباينه جدا لكن لما تنتهي رساله تكتشف ان الباحث بيتكلم على ان الواقع ان في نوعين من الواجهات واجهات هو سماها كلاسيكيه تراثيه بتستخدم الطرز الرومانيه والاغريقيه او واجهات حداثيه زي اللي موجوده في الصف الاول طبعا ده أنا بشوف أولا فكرة أننا نحول الواجهات إلى موضوع أكاديمي للعمل البحثي ده في نوع من أنواع التبسيط الشديد في نوع من أنواع مشروعية ثنائية الأبعاد في تعاملنا مع صياغة الفضاءات والمدن في مصر وفي العالم العربي والأهم من هذا أننا نتحول إلى حالة استقراء لهذه الواجهات من خلال اللغه المطروحه فقط على سطح هذه الوجهات على غلاف هذه الوجهات على قشريه هذه الوجهات ما احاول ان اطرحه مع حضراتكم اليوم هو تساؤل عن ما معنى المبنى ما معنى قيمه المبنى ما معنى قيمه العمل المعماري وانا ادعي ان المبنى الذي يليق به ان يسمى عمل معماري هو الذي يتحول الى كيان معرفي ليس مجرد جلد ليس مجرد سطح ليس مجرد قشره من هذا المنطلق يحق لي ان اسال سؤال افتراضي ساجتهد لان اجيب عليه وسأستفيد وسأت... جدا جدا من مداخلات حضراتكم وحوار حضراتكم بعد انهاء المحاضره. هذا السؤال هو هل يمكننا التعلم من المباني؟ وهل يمكن للمباني ان تعلم؟ انا توقفت كثيرا امام كتاب شفته وانا يعني بتمشى حول جامعه بيركلي اللي كنت موجود فيها وانا بعمل الدكتور بحث الدكتوراه ودخلت واحدة من المكتبات المهمة جدا المحيطة بالجامعة ولقيت على بداية المدخل إلى منطقة الكتب المعمارية والعمرانية كتاب اسمه كيف تتعلم المباني مش كيف تعلم المباني كيف تتعلم المباني لكن أنا أعتقد أن السؤال أو العنوان الفرعي للكتاب هو الأكثر أهمية ماذا يحدث أو ماذا يحدث للمباني بعد بنائها هذا الكتاب اللي كتب من حوالي 25 سنه الحقيقه قدم طرح قوي جدا عن فكره اننا يجب ان نتعامل مع المباني على انها حلقه متواصله، حلقه ديناميكيه، حلقه حيويه من التركيب والتشكيل والتجديد واعاده التشكيل تبعا لما يراه المستعملين، وبالتالي تبعا لهذا الكتاب المستعمل يتعلم من المبنى والمبنى يتعلم من المستعمل وبالتالي هناك امثله كثيره جدا وجدت في هذا الكتاب توضح ما يمكن ان نسميه نمو بعض المباني، نموها نمو على مدار سنوات بل على مدار قرون زي في حاله بلاتسا بابليكو او الساحه مبنى الساحه الكبرى في سيينا مثلا 500 سنه بيحصل فيه تطوير بيحصل فيه نضج بيحصل فيه استجابة لإحتياجات الناس على صعيد آخر إشكالية كبيرة جداً لها علاقة بالإسكان لها علاقة بكيف نجد مأوى لمحدودي الدخل ولا الفقراء ثم يبدأ البعض وهذا أيضاً مثال استخدم في نفس هذا الكتاب الخاص بكيف تتعلم المباني أن مجموعة من أوعية الشحن تتحول الى بتجديد في تركيبها التصميمي الى مجموعه من اماكن السكن اللائقه جدا جدا في لندن ويصبح هذا المشروع المتجدد الديناميكي الذي يتغير تقريبا كل يوم بالاضافه وبالحذف وبالتركيب وبتحويل بعض الو... الوحدات الى تراسات او ضمها الى بعض او اعاده تلوينها او اعاده تشكيلها انا الحقيقه مهتم بما يمكن ان اسميه ثلاثيه مفاهيميه مهمه جدا جدا في عصرنا الحديث مهمه جدا في لحظتنا المعاصره انا اتحدث عن مستقبل علاقه ثلاثيه الانسان والفضاءات الفضاءات المعماريه والعمرانيه بمعناها الشمولي وايضا الاله وما هو الرابط المشترك وانا ادعي ان في حقبه التي نعيشها الان وفي استشرافنا للمستقبل المعرفه ستكون هي الرابط الاقوى ما بين ثلاثيه الانسان والفضاءات المعماريه والعمرانيه سواء الداخليه او الخارجيه والالات العماره لديها القدره على التواصل وهناك عشرات ان ما كانش مئات الكتب والادبيات والابحاث التي تؤصل هذه الفكره ان العماره قادره على التواصل لكن ايضا انا مهتم بان نفهم ما معنى كلمه التواصل التواصل هو نقل للمعلومات هو نقل للمعرفه اذا يبدو ان فكره ان المبنى يمكن ان يعلم ان المبنى يمكن ان يكون كيان معرفي هي قابله جدا للتحقيق اذا افترضنا ان هذا المبنى يتواصل مع المستعمل يتواصل مع الانسان هنا تجيء فكره التجربه المعماريه بدلا عن الواجهه المعماريه لان التجربه المعماريه معناها انني اتجاوز حاله الابصار اتجاوز حاله مشاهده العمل والتاثر البصري بهذا العمل وانتقل الى اعمال العقل واعمال باقي الحواس اشعر بالعمل واتفهم العمل واستوعب العمل وامارس العمل ولذلك الطرح هو ان التجربه الانسانيه هي مستقبل التصميم هناك عشرات من المعماريين والمنظرين المهمين جدا في العالم الان يتكلمون على ان مستقبل التصميم سيكون في انتاج تجارب انسانيه هذه التجارب الانسانيه مفعمه بتفعيل الحواس, الحواس، تفعيل العقل القدره على التفكير القدره على استفزاز العقول طيب انا بدات مع حضرتكم بفرضيه ان المباني يمكن ان تكون معلمه هل يوجد في تاريخنا المعماري والعمراني سواء العمران والمعمار الرسمي او المعمار والعمران الفطري الشعبي ما يؤكد بمستويات مختلفه ان المباني يمكن ان تعلم دعونا نتتبع هذه السرديه امام حضراتكم كيف تحولت العماره الفرعونيه الى ما اسميه انا جدران المعرفه انتاجا وتوثيقا جدران المعابد الفرعونيه تحولت الى جدران للمعرفه نقرأ عليها ونستكشف عليها ونشعر عليها بقيمة هذه الحضارة أنا طبعا يعني فكرة الفرعونية دي أنا يعني يعني متسق مع نفسي جدا جدا وأنا بستخدمها وأنا رافض تماما للموضة الجديدة اللي طلع بقالها كام شهر إن إحنا نسمي الفترة دي المصريين القدماء لأن أنا رأيي المصريين القدماء لو أنا بتكلم على ناس عرف أصدقاء أبوي الله يرحمه من 40 سنة ولا 50 سنة دول برضو مصريين قدماء فاذا انا يعني فجاه لقينا نفسنا ما بنتكلمش على الفراعنه الا ما نتكلم على محمد صلاح ومنتخب و و و مصر لكن الواقع ان هذه حقبه فرعونيه وهذا النتاج كان نتاج هذه الحضاره وبالتالي استخدمت حوائط المباني بصوره جيده جدا للتعبير عن المعرفه وانتاجها وتوثيقها في سياق عمارة المجتمعات الإسلامية نجد نفس الفكرة، لكن هذه الفكرة أصبحت أكثر عمقاً، لأن فكرة المعرفة في عمارة المجتمعات الإسلامية تبلورت في البنية الهندسية للعمل المعماري والعمراني، تبلورت في استخدام آيات القرآن الدالة والمؤثرة والمحفزة تبلورت في تحول الفن الى فن مقدس وليس فقط فن زخرفي ليس فن بغرض الجمال لكنه فن بغرض التامل بغرض الاقتراب من حاله من الروحانيه من حاله من الاقتراب من المقدس ولذلك فكره البنيه الهندسيه فكره الزخارف فكره اللانهائيه في البنيات الهندسية المختلفة حتى في عناصر بسيطة جدا جدا زي مثلا قوالب القيشاني أو الزليج أو البلاط الملون أو المزايك أو خلافه كلها تدعونا إلى التفكر تدعونا إلى التأمل وأيضا تحضرنا إلى الدخول إلى أو اختبار أو التفاعل مع الفضاءات التي سندخل إليها وخاصة الفضاءات المقدسة أنا أيضاً أتوقف كثيراً أمام عمارة المجتمعات البسيطة العفوية، التي أيضاً تعاملت بعبقرية شديدة مع فكرة جدران المعرفة، ولكن هنا في حالة المجتمعات البسيطة والعفوية فكرة جدران المعرفة استخدمت لإحداث نوع من التواصل الاجتماعي والإعلام الاجتماعي. حوائط حوائط بيوت الفلاحين والصعيدة وأهل بحري وأهل إبلي وكذلك في في قرى أخرى في العالم العربي كانت لوحات للإعلان عن الذهاب إلى الحج أو العودة منه إعلان عن الزفاف إعلان عن الولادة وبالتالي المدينة لم تكن تحتاج إلى سامسونج وإلى تلفزيون 99 بوصة المدينة كلها أو القرية بالأحرى كان يتبارى أهلها لاستخدام هذه الحوائط واستخدام المباني لتصبح ناقلة للمعرفة حتى لو هذه المعرفة معرفة اجتماعية لكن خلال التواصل الاجتماعي الذي يحدث في هذه اللوحات أنت أيضا تبرز الفن الفطري تبرز منمنمات تبرز قدرات حرفية لأهل المجتمع المحلي <applause> عفوا اما نتامل ايضا العماره الفارسيه والعماره الخليجيه التقليديه نلاحظ ايضا ان التعبير البصري للعماره كان يرتبط ايضا بما يمكن ان نسميه ذكاء هذه العماره وبالتالي هناك عناصر معبر عنها مثل مثلا حاله ملقى في الهواء او البجير تبعا للغه الفارسيه اللي كان ملمح بصري قوي جدا لكن الأهم أنه عنصر يؤدي أداء بيئي من أرقى ما يمكن وهذا الأداء البيئي يجعل فكرة العمارة الذكية من الخطأ أن نتحدث عنها في خلال العشر أو عشر سنة الماضية نحن, نحن نتأثر فقط بالمصطلحات التي تلقى علينا من الغرب ونتمسك بها وننفعل بها انفعال سريع وننسى أن في بعض الأحيان هذه المصطلحات او هذه الافكار متجذره ومترسخه في مجتمعاتنا آه واحد من اهم في رايي من اهم آه آه مظاهر التواصل المعرفي على حوائط المباني وعلى جوانب شوارع وحواري المدينه والقريه المعاصره هو فن الكتابه على الجدران او الجرافيتي وانا انا بالذات اعتقد ان هذا الفن له قيمه كبرى لانه يجمع بين الفن والعماره والفضاء الحضري يحقق تواصل كبير بين كيف تعيد صياغه الواجهات المعماريه تطور الفكره التي تتم في القرى القديمه للتعبير عن الحج والزفاف والولاده وخلافه الى انك تصبح ثائر تصبح متمرد، تصبح ترغب في تحقيق شيء معين لمجتمعك أو لقريتك أو لحارتك أو لشرعك تصبح تريد أن تعلن عن قدراتك الفنية التي لا يتم الالتفات إليها لكن يبدو أن الشارع أو واجهة عمارة أو صور مبني حول مبنى معين قد يكون هو المجال الذي يتيح لك هذه التعبيرات طبعاً نتذكر جميعاً الاعمال الجرافيتي او الكتابه على الجدران البديع اللي كانت موجوده ايام ثوره 25 يناير ومحت كلها طبعا مع سبق الاصرار والترصد. عندما ننتقل إلى تطورات سريعة حدثت في العمارة نجد أن حالة الحداثة مثلا التي ارتكزت ارتكاز كبير جدا على فكرة الانفلات من الماضي لا أريد أن أرتبط بالماضي هناك رفض للماضي والأهم أن هناك رفض أو انسلاخ من السياق لا يهمني أن أنا أبني في الموصل ولا ببني في بغداد ولا ببني في دمشق ولا ببني في القاهرة نحن نتحدث عن طرز دولية وبالتالي كانوا محقين أدولف لاس مثلا وهو يطرح فكرة الزخرفة جريمة أو ميز فاندرو وهو يطرح فكرة الأقل هو الأكثر لأنه يريد أن يخفف العمل المعماري تماما من اي مرجعيات تعود الى فكره الماضي او تعود الى فكره السياق، وهذا بالضبط كان الركيزه اللي ارتكزت عليه حاله حركه ما بعد الحداثه لتحاول ان تعيد التصالح مع الماضي وتجبر المعماري على ان يتفهم السياق. هناك ايضا ما يمكن ان نسميه عمارة اللحظة المعاصرة لماذا يجب أن نرفض الارتداد البليد للماضي؟ أحيانا نحن نرتد للماضي بسبب العجز عن التواكب مع اللحظة المعاصرة وده خطر كبير جدا جدا يجب أن ندرك عندما نرفض الماضي أو أننا نرفض أو متأسف عندما نرفض الحاضر لازم نتساءل إحنا بنرفضه عشان إحنا مش قادرين عشان احنا عاجزين وبالتالي نرتد الى حقبات تاريخيه قديمه ولا يحق لنا ان نواجه عصرنا وان نقول ماذا يحدث في اللحظه المعاصره في العالم وكيف نساهم في هذه اللحظه المعاصره؟ امثله متعدده جدا جدا قدمت اطروحات لاعاده صياغه فكره العمل المعماري والاقتراب من فكره التجربه المعماريه يعني كل تقريبا كل الامثله اللي قدام حضراتكم دي صعب جدا نتكلم على الواجهه بمعناها اللي انا بدات به المحاضره الاسقاط الهندسي البسيط. بصوره خاصه انا يهمني جدا استعرض مع حضراتكم عمل رائد من الاعمال التي غيرت التي احدثت حقبه جديده في فهم التصميم المعماري وفهم العمل المعماري وهو مبنى او مركز بومبيدو في باريس اللي كان مسابقة معمارية فاز بها بها رينزو بيانو وريتشارد روجرز اللي توفى من من يومين رحمه الله. انا عايز الاول اشير لحضراتكم لحاجة بسيطة جدا على على رينزو بيانو وريتشارد روجرز ان هم كسبوا المسابقة دي واعتقد كان عمرهم يمكن 26 27 سنة وانا اربط هذا الكلام بما قلته في محاضره سابقه عن ان الفائزين بمكتبه الاسكندريه بتصميم مكتبه الاسكندريه في مصر واللي تفوقوا على اكثر من 500 مكتب من كل انحاء العالم كان اكبر واحد فيهم سنه 28 سنه. انا بقول هذا الكلام لان انا ان شاء الله هطلب من المهندس عمر ان انا اعمل محاضره كامله عن قيمه المسابقات المعماريه. ولماذا على المعماري الشاب المصري والعربي ان يناضل مهما كان من اجل الاشتراك في مسابقات؟ لان المسابقات هي الحل وهنتكلم على ده بصوره تفصيليه. لكن رينزو بيانو وريتشارد روجرز في هذا المبنى طرحوا علينا ما يمكن ان نسميه صدق العمل المعماري، انكشاف العمل المعماري، ازاله كل القشريات وكل الجلود وكل الأغلفة المزيفة لحقيقة العمل ويتحول العمل سواء بمنطقه الإنشائي أو بمنطقه الخدمي أو بمنطقه الفضائي والفراغي أو بمنطقه الحركي إلى ملامح بصرية تستحق أن يراها المستعمل والمتحرك حوله والمتحرك داخل المبنى طبعا ريتشارد روجرز ده أنا عايز برضو أشرح لحضراتكم أنه ليس فقط معماري فز لكنه ايضا ناقد قوي وله راي وايضا مناضل وثائر وله موقف بديع ومشرف تجاه ال 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 الانتفاضه الفلسطينيه وحقوق الشعب الفلسطيني وعوقب على هذا وعوقب على هذا عقاب عنيف لكن هذا لا يمنع انه استمر في هذا الموقف وانا يهمني جدا ان انا اشير لحضراتكم لهذه الفكره حتى نتفهم ان المعماري دائما والناقد دائما متصل بالسياق السياسي ومتصل بالسياق الاجتماعي ومتصل بسياق المبادئ والقيم التي يؤمن بها ويناضل من اجلها. هنا مبنى اخر من المباني اللي احدثت ضجه كبيره جدا في نهايه السبعينات ونهايه وبدايه الثمانينيات مبنى لويدز المقر الهيد المقر المالي والتجاري وايضا استمر ريتشارد روجرز في نفس منهجيه ان فكره تجميل المبنى وان واجهات المباني هي عباره عن غلاف تجميلي رفض تماما هذا الفكر واكدوا بصوره ثلاثيه الابعاد وصوره ايضا بها ارتفاع راسي كبير لان هذا المبنى طبعا مختلف عن مبنى جورج بومبيدو مركز بومبيدو في باريس من ناحيه الارتفاع والاطلاله في سياق مدينه لندن. نورمان فوستر ايضا تبنى نفس هذا الفكر وقدم في بنك شنغهاي في هونغ كونج سنه 86 ايضا اطروحه جديده لها علاقه ب التعبير المتعولم عن العمارة هذا المبنى كان له سردية مهمة جدا في واحد من كتابات تشارلز جينكس الناقد المعماري الشهير جدا بالمصادفة يعني أن أنا جبت اسم تشارلز جينكس لأن هو أيضا من النقاد المعماريين الأفزاز اللي كان ليهم أيضا موقف لمناصرة الفلسطينيين بقوة شديدة جدا جدا تشارلز جينكس كتب على هذا المبنى بانك شنغهاي انه واحد من المباني التي اسست لفكره العماره المتعولمه، لان هذا المبنى اشترك في بنائه سواء كعقول او كمواد واجزاء انشاء قدمت من اكثر من خمسين دوله حول العالم، فهو كان بيؤرخ لهذا المبنى انه يمثل هذه الافكار. واحد من المباني المهمه جدا اللي احيانا نحن يعني بنغفلها او نغفل ذكرها او نغفل تاملها لانها بنيت في ماليزيا ده دي مكاتب شركه اي بي ام اللي عملها حمزه ويانج في ماليزيا وحصلت على جائزه الاغاخان لكن لما نتامل فكره التجارب التي تحدث في الادوار المختلفه للمبنى تجربة الدخول المبنى تجارب الموظفين وعلاقتهم بالحدائق المعلقه الموجوده في مستويات مختلفه من المبنى الأداء البيئي المبهر لهذا المبنى اللي على الرغم من أن هو يبدو أنه له إطلالة صناعية يعني اندستريال لوك، لكن الواقع أن له أداء بيئي من أرقى ما يمكن. هناك انتقالة أيضا مهمة جدا حدثت بالذات في مشروع معهد العالم العربي في باريس لنوفيل، عندما ارتكز على مفرده تراثيه مهمه جدا في سياق العالم العربي وهي المشربيه ولكنه اخضعها للغه العصر اخضعها للتقنيات المتاحه وحول كل واجهه المبنى الى مجموعه من المشربيات التقنيه التي تتحرك بصورة ميكانيكية مثل فتحة الإغلاق في الكاميرات لتتحكم في حجم الضوء الذي يخترق إلى الفضاءات الداخلية للمعهد العالم العربي وتحدث هذه الألحان الضوئية الموجودة داخل الفضاءات وتتحكم أيضا في درجة الإصطاع ودرجة النور التي تحتاجها الفضاءات المختلفه كاليترافا مثلا سانتياغو كاليترافا ايضا لغه معماريه هذه اللغه المعماريه عندما تتامل اي مبنى من مباني كاليترافا هو رجل انبهر بالطبيعه تعلم من الطبيعه الطبيعه هي استاذ الاول جناح الطائر هو بالنسبه له معلم جسد حيوان من الحيوانات هو بالنسبة له معلم قفص صدري لحشرة أو لحيوان هو بالنسبة له معلم واستخدم هذه الدروس المتاحة من الطبيعة ليخلق منها تجارب فراغية أنا برضو مرة تانية بطرح على حضراتكم فكرة الإسقاط الهندسي كيف تسقط هذه الفضاء؟ ما هي قيمة أنك ترسم وجهها لسانتياجو كالترابا؟ لا يوجد أي قيمة على الإطلاق لأن القيمة الحقيقية هي ماذا ستشعر او بماذا ستشعر وانت تتحرك حول هذه المباني وانت تدخل هذه المباني وانت تختبر الفضاءات المختلفه حول وداخل هذه المباني المرحومه باذن الله زاها حديد وانا هنا الحقيقه حضراتكم سامعيني؟ ايوه انا متاسف جدا. انا انا الحقيقه هنا مهتم جدا ب يعني مش عايز استخدم الفاظ قاسيه بس انا ساعات بشعر بالشفقه على بعض اساتذه العماره وهم بيقدموا جرعه من السخريه. لأعمال زي اعمال زها حديد او فران جيري او خلافه انا عملت محاضره سابقه وحضراتكم تقدروا تلاقوها على القناه بتاعتي على يوتيوب بتكلم فيها على المعماريين النجوم زها حديد كانت معماريه نجمه سيجنتشر اركتكت يتنافس حولها كل المسؤولين في مدن العالم ويتوسلوا لها من اجل ان تضع بصمتها في نسيج مدنهم المختلفه إذا ونحن نتكلم عن زها حديد أو فران جاري أو نوفال أو خلافه يجب أن نراهم من هذا المنطلق ده واحد مش بيبني بيت لواحد في شارع في الشيخ زايد ده مستوى آخر تماما من الممارسة المعمارية والعمرانية في نفس الوقت قبل أن نضحك ونسخر يجب أن نفهم أن أنا سمعت من زها حديد وأنا قبلتها كذا مرة رحمها الله يعني هي كانت بتندهش اما اما اقول لها الناس بتتكلم على الوجهات تقول لي يعني ايه وجهات؟ يعني انا انا سمعتها بتقول لي كده بالحرف يعني ايه وجهات؟ يعني ايه؟ يعني ايه كلمه وجهه؟ هي لم تكن تفهم ما معنى كلمه وجهه معماريه، لا تفهمها، لكنها تفهم جدا التجربه المعماريه. ولذلك هي كانت حريصه على ان تصيغ تجربه، يعني هنا ده مبنى انا زرته بنفسي مج... مبنى الابداع والتصميم اللي عملته في قلب مدينه سول في كوريا الجنوبيه انا ما اعرفش حضراتكم تقولوا ايه انت جوه المبنى ولا بره المبنى ولا دي وجهه ولا دي مش وجهه دي نفس اللقطه بالظبط خدتها بالمساء عندما تتحول الاجواء وتتحول التجربه الفراغيه الى سياق مختلف ومتجدد احنا نشهد كمان الان في في مدن مختلفه حول العالم ما يمكن ان نسميه المباني المتحركه، المباني الديناميكيه وخاصه المباني التي تستجيب لمتغيرات خارجيه. نحن نعلم الان ان هناك ما يسمى بالمواد الذكيه. حتى على مستوى النسيج يعني يعني دلوقتي في ملابس بتصنع من انسجه النسيج وحده يستجيب لدرجه الحراره الخارجيه فيبدا في الانفتاح مع زياده درجه الحراره وبالانغلاق النسيج يعني النسيج اصبح عنده هذا الذكاء ونفس هذا الكلام اصبح موجود في كثير من الواجهات المعماريه في العالم التي تجعل الواجهه المعماريه مره اخرى هي تجربه لانها تجربه متغيره هناك حاله من الديناميكيه المستمره هناك حاله من الحركيه المستمره التي تجعل ثبات الواجهه الذي تعودنا عليه في عمليه الاسقاط الثابت الراسخ الممل غير موجوده وغير متاحه. ده في تجارب اقوى من كده كمان. في تجارب يعني ده نموذج من النماذج الجميله جدا اللي اتعملت في استراليا، نموذج تجريبي لكن بني بني بالفعل ان مجموع الواجهه وهي با باركنج يعني مكان انتظار سيارات كبير جدا في مطار مدينه بريسبان الواجهه هي عباره عن شرائح من الالومنيوم مثبته على نظام حركه هذا النظام له علاقه بمعدل تدفق الرياح امام هذا المبنى وبالتالي مع حركه الرياح تتحرك هذه الحو... الشرائح لتعطي دائما تغير ديناميكي لحالة الوجهة بحيث أنها أنت في حالة ديناميكية مستمرة حالة متجددة حالة من الإحساس بأن هذا المبنى يتحرك ويحركك في أبعاد أكثر حدثت لها علاقة بفكرة التفاعل مع المبنى يعني ده نموذج من النماذج اللي اتعملت في مدينة سوتشي في, في روسيا عملها معماري مبدع جدا عاصف خان الـ 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 الواجهات بتاعة المبنى هي عبارة عن محركات مجموعة من المحركات يعني فوق العشرة آلاف حداشر ألف محرك وهذه المحركات مرتبطة بمجموعة كاميرات ثلاثية الأبعاد شديدة الدقة كل شخص بيدخل المبنى أو بيتحرك حواليه بتلتقط صوته وفي لحظه من اللحظات صورتك هي اللي تتحول الى انها مخترقه هذه التركيبه ثلاثيه الأب... الابعاد وتصبح انت بطل هذا المبنى، انت المؤثر في السرديه البصريه لهذا المبنى لدقيقه مثلا او دقيقتين ثم يحدث تناوب من نوع اخر. لو انتقلت انا من بعض هذه التجارب العالميه الى المعماريين الاقليميين المهمين وانا بحاول اطرح مع حضراتكم يعني فقط اطروحات تفسيريه انا بتوقف جدا امام رفع جدرجي الحقيقه لان رفع جدرجي على الرغم من تعلمه الغربي الشديد لكنه حاول ان يجعل الواجهات هي تعبير عن لغه وهذه اللغه ايضا لغه بها توازن بين لحظة معصرة كان يعيشها لأن هو كان رجل حداثي ورجل ليبرالي لكن في نفس الوقت لم يكن ينسى سياقه لم يكن ينسى أنه ابن العراق فأيضا دي قضية مهمة جدا اعتقادي أن راسم بدران تجاوز هذه الفكرة تجاوزها إلى أن راسم بدران من القيم الكبيرة فيه أنه أدرك أنني لا أنتج واجهات ومهما كانت قدراتي البصرية وحضراتكم تعرفوا المعلم راسم بدران يعني قدراته البصرية والتشكيلية والتعبير عنها بالرسم مذهلة لكنه أدرك أنه وراء إنتاج خبرات مكانية وراء إنتاج تفاعلات ما بين الإنسان والمكان لا يعني فيها جدا الشكل البصري للمبنى في الوقت اللي في رأيي لو انتقلنا من حالة الأردن وحالة العراق إلى الحالة المصرية أنا اعتقادي مع عظمة حسن فتحي الكبيرة ودوره الرائد في التفتنا للبناء التقليدي والتفتنا لأهمية البناء للفقراء والمهمشين لكن أنا بعتقد أن حسن فتحي كان مهتم جدا ويمكن زي ما وريت لحضراتكم في الصور المرسومة لأعماله كان مهتم جدا بأن يكون له لغة حاكمة وهذه اللغة أنا أعتقد أنها يعني أصبح أسير لها والأكثر إثارة أن تلاميذه أصبحوا أسرى لها، يعني أنا بشوف ناس يعني عندها 30 سنة و 40 سنة بيدعوا أن احنا تلامذة حسن فتحي والمبنى بتاعه أنا ببقى مندهش جدا أما واحد يعمل مبنى يصمم مبنى وهو عارف شكل المبنى هيبقى إيه من قبل ما يبدأ التصميم، يعني دي عملية مربكة جدا جدا بالنسبة لي ازاي انا ادخل في تصميم مدرسه او مستشفى او فندق او فضاء عام او خلافه، وانا عارف من قبل ما اعمل اي حاجه ان ان شاء الله هيبقى في قبه وهيبقى في عقد وهيبقى في فولت وخلافه. في رايي الخاص ان عبد الحليم ابراهيم رحمه الله المعماري المصري الكبير اللي فقدناه كلنا قريبا يعني في 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 من اشهر بسيطه جدا هو اكثر المعماريين العرب فهما لقيمه التجربه وليس ان المعماري يتميز ويتفرد بلغته البصريه وواجهاته المعماريه انا انا ساعات ببقى مندهش جدا اما الاقي واحد بيمدح واحد بالذات ما يكونوا في الجو الاكاديمي اللي بعدين في الجامعه مثلا بالذات ما كنت في مصر ولأي مثلا دكتور بيقول له دكتور وجهتك بتعجبني قوي كانت بتؤلمني الأمور دي عبد الحليم إبراهيم في رأيي أنه أكثر المعماريين العرب تركيزا في فكرة التجربة الفراغية التجربة الفضائية كيف يلتقي الإنسان مع المكان أنا بدعو حضراتكم لتتأملوا واحد من أهم المباني في رأيي، الناس كلها بتعرف الحديقة الثقافية للدكتور عبد الحليم في, في السيدة زينب، لكن أنا بدعو حضراتكم لأن تعيدوا تأمل قصر الفنون في مقر دار الأوبرا في مصر، عشان تروا في كيف تعامل عبد الحليم إبراهيم مع واجهات هذا المبنى لتصبح هي نفسها تجارب معمارية وعمرانية ونطاقات للتساؤل وللتفكير انا اذكر انا اذكر تماما يعني عبر الشارع من هذه الوجهه هذه الوجهه هي المطله على الشارع المؤدي الى النادي الاهلي ده الشارع الفرعي وليس هنا البوابه اللي بتؤدي الى كوبري قصر النيل وميدان التحرير مقابل هذه الوجهه تماما في كشك بيبيع مشروبات وميه وحاجات زي كده وانا عندي تجربه حصلت لي انا شخصيا وحكيتها لعبد الحليم رحمه الله وكان سعيد جدا بيها ان انا يعني عطشت ووقفت اشتري ازازه ميه من الكشك ده وسمعت اتنين كانوا بيشتروا حاجه برضه مشروبات او سجاير او حاجه، شخصين يبدو عليهم انهم ناس عاديه جدا بسيطه جدا، لكن بداوا يتاملوا التركيبه اللي موجوده هنا. تركيبه الاحجار مع الزجاج، مع الحديد، مع وجود بعض الناس اللي بتتحرك مع لمحات من التركيبه الهندسيه المتصاعده للبرج السلم الرئيسي لقيت الناس حصل بينهم وبين بعض حوار يعطيك احساس ان المبنى استفزهم عقليا، المبنى جعلهم يتحوروا، يفكروا. انا رحت للدكتور عبد الحليم قلت له، قلت له يا دكتور انت عارف ان انا عملت مره استوديو للطلبه بتوعي قلت لهم الاستوديو مش هنصمم فيه مبنى انا عايزكم تصمموا تجربه تجربه معماريه فراغيه فقالوا لي يعني ايه تقصد ايه يا دكتور قلت لهم انا عايز واحد منكم يقول لي اللي ساكن في مصر الجديده واللي ساكن في مدينه نصر واللي ساكن في الجيزه واللي ساكن في... كل واحد منكم مشواره من البيت الى الجامعه كم مبنى بيوصف توقفك كم مبنى بيستفزك كم مبنى بيثير تساؤلات في ذهنك ده مهم جدا مهم جدا لما نتكلم على ان في ازمه في العالم في العماره العربيه او العماره الشرق اوسطيه ان احنا نفكر في هذا الموضوع ان مبانينا لا تثيرنا، اننا يمكن ان نتحرك في نسيج المدينه لمده ساعات وساعات ولا نتوقف امام مبنى واحد يستفز عقولنا. أنا لو تسمحوا لي كمان أريد أن ألقي يعني برضو الضوء بسيط على المدينة اللي أنا عايش فيها دلوقتي الدوحة في قطر، وأوري حضراتكم فكرة إن العمران الناشئ الجديد في هذه المدينة اللي هو أيضا مرتكز على المعرفة، إزاي بيتحول إلى عمران يبني متاحف، يبني جامعات، يبني مراكز بحثية يوازن بين التراث المحلي والعالمي، وده معناه ان ان, إن ايضا نحن نتحدث على تجارب فكريه وتجارب معماريه وليس آآ آآ واجهات بمعناها التقليدي. نحن نتحدث عن عماره تثير الاسئله، تحفز العقول، دائما انت تواجه وانت تتحرك في المدينه بمباني تجعلك تفكر، تجعلك تخرج من سياق سرديه المبنى. المكعب الخرساني العادي. واحد من الامثله اللي انا يعني استخدمتها في محاضره كنت بتكلم فيها على عماره المساجد، دي التعليقات اللي قالها يعني مجموعه من اساتذه العماره، بعضهم كمان بيسمي نفسه استاذ العماره الاسلاميه، ده بتاع زي ما يكون سفينه فضاء، ده مبنى مش راسي على الارض، هيطير يخرب بيت ابوكو، ها؟ الناس دي كانت بتصف هذا المبنى، مسجد المدينه التعليميه واللي هو مبنى بني على إحياء فكرة المدرسة إحياء فكرة الكلية بمفهومها الإسلامي القديم فكرة الكلية المعرفية صياغة معصرة للهوية ثلاثية المسجد والإنسان والمعرفة لأن الكلية تتضمن المز... داخل في سياقها المسجد وأيضا حتمية الإبداع يجب أن نعبر عن عصرنا يجب أن نستخدم قدراتنا التخيلية وقدراتنا التقنية في أن ننتج مباني أحفادنا يقولوا هذا ما أنتجوا جدودنا، لكن مش معقول نبقى في حالة تكرار لما أنتجوا جدودنا إحنا. دي صياغات مختلفة لنفس هذا المبنى، واحد من الفضاءات التي لا تعرف فيها هل أنت داخل المبنى أو خارج المبنى، ونعود هنا إلى تساؤلي الرئيسي، يعني إيه وجهات؟ إنما هنا في تجربة، في تجربة مكانية لانفعال الـ 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 الناس مع المبنى. وبعض الفضاءات الداخليه فيه التي تجعله يتجاوز حاله المسجد الى حاله الكليه بمفهومها الشمولي، انا مكتبي تقريبا وقع في هذه المنطقه خلف الفناء الداخلي، وهذه واحده من الـ 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 الاغلفه المعرفيه المحيطه بالمبنى، قواعد المبنى الرئيسيه وعليها ركائز بتعبر عن اركان الاسلام الخمس، وكل قاعده منها مكتوب عليها آية قرآنية مرتبطة بهذه الركيزة الإسلامية، إذاً حتى في عمق كبير جداً في التعبير، ثم تنتهي كل هذه التجارب المعمارية بأنك تدخل في سياق تجربة روحانية جديدة. أنا عملت هنا مجموعة من الاستطلاعات الرأي المكثفة في هذا المكان و و ويدهش حضراتكم أن ناس كثيرة جداً من المصلين جاوبت على سؤال عن القيمه الروحانيه وشعورك بالروحانيات في هذا المكان مقارنه بمساجد اخرى، والاجابه كانت احنا شعرنا هنا بروحانيات اكثر، وده يخلينا نتساءل عن فكره لماذا نقاوم ثوره تصميم المساجد. هذا ايضا مشروع اخر في الدوحه، مشروع التجديد العمراني لقلب الدوحه القديم هنا القضية ليست فقط كما قلت واجهات لكن التحول العمراني من العمران المبعثر إلى عمران مجمد إلى إحياء أفكار قديمة لها علاقة بتماسك المكونات العمرانية لكن المهم جدا واللي ليه علاقة جدا بسياق المحاضرة بتاعتنا اليوم إن التشكيل البصري للمشروع له علاقة بمفردات مكانية من التراث وليس مفردات بصريه، يعني نحن لا نتكلم هنا عن مشربيه ولا نتكلم عن عقود، لكن نتكلم عن مقعد نتكلم عن شرفه نتكلم عن داعوس يعني ممر حاره صغيره، نتكلم عن براحه يعني فضاء عام له حس انساني ومقياس انساني حميم، هذا هو ما يمكن ان نتعلمه ونعيد صياغته بصوره معاصره. حتى على مستوى التنميه الراسيه كيف تجعل الاغلفه المحيطه بهذه المباني الراسيه ايضا تشكل مجال للتساؤلات ومجال للمعرفه. مقرات لوزاره التربيه والتعليم. وزاره التربيه والتعليم يعني مبنى مؤسسي لكن ايضا في سياق العمران المعرفي وفي سياق التنميه العمرانيه المرتكزه على المعرفه كل مبنى يجب ان يعبر عن طرح فكري وطرح معرفي. هنا في هذا هذا المقر في فكره بديعه لجدار اسمه كده بالفعل مسمينه كده جدار المعرفه نولج وول والنولج وول دي بتضم بتلتف حول مجموعه من الفضاءات المخصصه لمسؤوليات الوزاره وايضا ركن للباحثين وركن للعلماء وتمتد ويمتد هذا الحائط ليكون هو الحائط الرابط ما بين كل هذه المكونات نفس الكلام حدث في المتاحف، في متحفين مهمين جدا، متحف الفن الاسلامي اللي صممه اين بي، وهنا يبدو لي ايضا فكره تفسير المرجعيه التراثيه بصوره حداثيه. كيف نستلهم من العماره التراثيه؟ وكما قال اين بي شعرت بشاعريه البنيه الهندسيه في مسجد ابن طولون، في شاعريه، في قصيده شعر في هذا المبنى. لو انا شعرت بقصيده الشعر دي وتزوقتها أنا لا أكررها لأن لو كررتها أنا مقلد ولا يمكن أن أحدث في الناس نفس الأثر العاطفي والجمالي والفكري الذي أحدثه ابن طولون لكن هو بيعيد بيعيد صياغة هذه الشاعرية وينتق قصيدته الخاصة ايضا حاله متحف قطر الوطني وده ايضا مثال من الامثله المهمه جدا اللي انا بدعو ويمكن احاول برضه مع عمر اعمل لكم محاضره كامله عن هذا المتحف، ادعو زملائي اساتذه العماره وخاصه اللي منهم ما جاش الدوحه خالص ولا شاف المبنى ده خالص، يعني يهدوا شويه قبل ما يقولوا المبنى المكركب والمبنى المكسر والمبنى اللي شويه اطباق ده شكله طلع الاطباق من من غساله الاطباق ورماها، يعني في مستويات من السخريه بتبقى متعبه شويه، لكن اما نيجي نشوف المبنى ده ازاي احتضن القصر القديم؟ وقدم لغه هذه اللغه في الواقع انها مرتكزه على ورده الصحراء اللي هي واحده من التكوينات الطبيعيه اللي موجوده في شواطئ الدوحه، ثم حدث هذا الحوار ما بين القديم والجديد نلاحظ هنا تعقيد العمليه البنائيه، وانا رايي من ضمن القيم المهمه جدا اللي احنا نسيناها واحنا بنكون عمارتنا المعاصره في العالم العربي ان العملية البنائية لازم تكون عملية معقدة مش ان احنا نبني اقفاص خرسانة وبعدين واحد نقاش ولا واحد مبيض يحط لك عليها اعمدة رومانية ولا اعمدة اغريقية ولا شوية منمنمات اسلامية دي عملية مضحكة العمل المعماري القيم منذ لحظات بناءه وانت تشعر بتعقيده وتركيبه هذا هو الحوار الحادث ما بين التجارب الفراغية المختلفة أنا لا أقول واجهات لكن اقول تجارة فراغيه وهذا بالضبط ما اعنيه بالصور اللي امام حضراتكم حوار ما بين القديم والجديد حوار ما بين الماضي والحاضر حوار ما بين التراث والمعاصر لكن الاهم من ده كله في لغه معماريه محفزه في لغه معماريه في اطفال هنا انا بشوفهم في هذا المتحف بيسالوا هو المتحف ده اتبنى ازاي هو الحاجات دي ازاي مش بتقع مجرد انك تخلي طفل عنده سبع او ثمان سنوات يعمل كده ده احسن مليون مره من ان احنا نبني مئات الابراج وعشرات بشاير الخير اللي لا تؤدي الى اي شيء. الحوار البديع اللي بقول لحضراتكم عليه ما بين القديم والجديد. طيب خليني اقول ان انا عايز انهي واقول اني انا ارغب ان اشرك حضراتكم في انا بدات المحاضره بثلاثيه مفاهيميه وعايز انهيها برباعيه تاسيسيه لحقبه تصميميه متمايزة وانا انا مستخدم كلمه متميزه عشان اقول بس ان ده ده طرحي انا بكل تواضع وحضراتكم تخضعوا لكل انواع التفكيك والتحليل والنقد انا عايز نتكلم على فرضيه وهي اننا نشهد عصر التصنيع الرقمي المباني الروبوتيه المواد الذكيه هنا المباني يجب ان تسهل تجارب جديده تتجاوز الجوانب الوظيفيه والمتعه البصريه. ايضا هناك رؤيه، هذه الرؤيه يجب ان تساعد المباني والفضاءات المستقبليه ما نسميه الان واصبح في كل المصطلحات الدوليه للتنميه البدو العالميين الجلوبال نومادز والعمال المعرفه النوليدج وركرز دول الناس اللي بيغيروا العالم دلوقتي الناس اللي بتغير العالم اللي انت لو نجحت تستقطبهم في مدينتك هتحدث تغيير كبير جدا في مدينتك وفي بلدك ازاي التصميمات المباني والفضاءات تجعلهم راغبين في البقاء ومشاركين وملهمين وفاعلين في عمليه التعلم وعمليه انتاج المعرفه انادي بان نخلق نموذج جديد في العماره والعمران حيث المكونات الرئيسيه للبيئه المبنيه المباني وواجهتها وفضاءتها هي محفزات للتعلم ونقل المعرفه المستمر واحذر من مغالطه الواجهه لا مزيد من العماره قشريه العمق. اذا أنا أضع تصور جديد أمام حضراتكم ومخالف تماما لقيمة الواجهات الكلاسيك اللي طرحته في بداية المحاضرة أنا أنادي أن تتحول المباني إلى كيانات معرفية أن نختبر كل واحد وهو يصمم مبناه من مستوى الطالب إلى مستوى المحترف يسأل نفسه هل المبنى أداة للتعلم؟ هل المبنى الذي أصممه تجزئ تجزيد, تجزيد تكسيد للمعرفة والاستكشاف؟ هل هذا مبنى محفز؟ محفز على التساؤل، محفز على الابداع، محفز على التعلم، محفز على التفكير، لان هذا سيضع العماره والعمران في مركز رئيسي في فكره التنميه الحضاريه المرتكزه على المعرفه. انا اتكلم على عماره استفزازيه للعقول وليس للعيون فقط. اتكلم عن عماره محفزه للابداع لان مدن المستقبل هي مدن معرفيه وابداعيه بمعنى ان سياق المدينه يجعلك اكثر ابداعا يجعلك اكثر قدره على انتاج الافكار الجديده والافكار الغير مسبوقه ولذلك المباني يجب ان تتحول الى ادوات تعليميه وسياقات ملهمه واشكركم كل الشكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وساقف ساوقف الشعر شكرا جزيلا انا تحت امرك السلام عليكم, عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزاك الله خيرا آه دكتور علي آه اهلا بك جزيلا ازي حضرتك يا دكتور الله يسلمك ويبارك فيك لا فض فوق. انا ما كنتش عايز المحاضره تخلص يعني انا دعف كنت عفوا لسببين اولا لمتعه الاستماع لحضرتك لأننا انا قليلا ما استمع الى محاضره عن نظريات العماره او العماره باللغه العربيه فيعني جزاك الله خيرا في هذا الامر وهذا أص... يعني جزء كمان من الاشكاليه مساله التغرب لا انا عملت موضوع اللغه العربيه ده عهد عليا دكتور حسام خلاص يعني بعمل محاضرات باللغه العربيه وبكتب كتب ومقالات باللغه العربيه مهما كان احسن الله اليكم، انا قرات المقال الاخير عن عن الجائزه جائزه المسجد والطرح بين المسجدين وانا صراحه يعني استمتعت كثيرا. الله يخلي حضرتك. فشكرا على طرح هذه المحاضره، السبب الثاني طبعا وانا ده بالنسبه لي شيء طبعا انا معظم اساتذتي في جيلنا احنا جيل واحد تقريبا كانوا بوزريين او أيوة. كانوا جيل ثاني بوزار. ايوه. فانا دلوقتي عندي اشكاليه في انه الاركتكشر ان جنرال العماره عموما هي في الايمج هي اصلا هي تتواصل عن طريق الصوره وفي مشكله في انك تثق كمعماري في جماليه الصوره او تضع لها ادد فاليو او قيمه مضافه لنا جميله او حسنه المظهر في البعد الثاني المشكله الثانيه حضرتك في الاول خالص قلت على مساله انت ايه اللي دخلك مع عمارة يا ابني ايوه انا برضو عايز اطرح هنا موضوع قالوا لي قالوا لي ثلاث مرات يا دكتور او اربع مرات والله فخر لك آه. يعني صراحه اتبهدلت جامدا هذا هذه هذه هذا وسام يعني انا انا الفكره بقى في مساله الانتيك احنا دلوقتي بنعمل انتيك بناخد الطلب على اي اساس سريعا ما نفعله هنا في الاسكندنافيا وفي النورديك. بنقعد الطالب عندنا اسبوع ناخده يمين وشمال كل ما تتخيله حضرتك بما فيه ان نديله حاجات ماتيريال ما تجيش على باله يعمل منها مجسمات ونقول له الكرايتيريا او انت النقد على جوده عملك ليها علاقه بانه يكون متحرك يعني بتطلب منه انه يعمل سكالبشر متحرك فبالتالي حضرتك بتاخد بتبعد بعيدا عن اللي هو جايبه في الهاي سكول او في الثانويه العامه وتاخده في ملكاته الاصليه بتاعه التفكير ثلاثي الابعاد. فالانتيك برضو ليه احنا عندنا مشكلة في موضوع الانتيك احنا بناخد الطلبه عندنا بالنسب العاليه اللي جايبينها في الثانويه عامة ان هم ناس كويسين ودخلوا اعدادي وكانوا كويسين في اعدادي جايبين امتياز ناخدهم عماره. بس احنا ما بنعملش اكزامينيشن لحاجات تانية نحن لا نختبرهم لان طبعا السيستم جامد وغير متغير وماشي على النظام ده والمدرسه القديمه مؤثره فهل موضوع الانتاج ده هيفضل يخلينا نبعد عن العماره مع عماره ما خلف الابصار المستفزه للحواس والتفاعليه مع المكان طول ما احنا بناخد الطلبه بالشكل ده يعني هذا سؤالي جزاك الله خير. انا انا عاجز عن الشكر يا دكتور، طبعا انا انا يعني متفق مع حضرتك تماما على موضوع كيف نختار من يدرس العماره. لكن هنا يا دكتور انا عايز ابقى حذر جدا جدا لان انا عايز اطرح سؤال ثاني، من هو الذي يحكم على من يرغب في دراسه العماره؟ يعني انا زي ما بقول لحضرتك انا وانا في السنه الاولى من قسم العماره اتقال لي اربع مرات من من ثلاث دكاتره محترمين جدا جدا وليهم ثقل كبير جدا في قسم العماره في جامعه القاهره انت ايه اللي دخلك يا ابني قسم عماره؟ نفس الدكاتره دول هم اللي كانوا بيعملوا امتحان القبول اللي هو عباره عن مجموعه من التمارين البصريه وتمارين الرسم. القضيه المهمه يا دكتور هي ان احنا وده حادث الحقيقه انا لازم اقول ان في بعض اقسام العماره في مصر وفي العالم العربي ويقينا في العالم زي تجربه في جامعه التو عند حضرتك ان ان القضيه هي قضيه شعور الانسان او شعور من يريد ان يدرس العماره بما معنى صياغه مكان للانسان فكره انني وظيفتي في المستقبل ستكون صياغه الاماكن وبالتالي أول ما يكون مدخلنا يا دكتور هو أنني أريد أن أختبر قدرة هذا الطالب أو رغبة هذا الطالب أو حب هذا الطالب لصياغة الأماكن الـ 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 الحوار بقى مختلف تماما السردية بقى مختلفة تماما لأن ممكن تكتشف حضرتك إن أنا ممكن وأنا في امتحان القبول ده لو يعني لو هو ينفع نقول عليه امتحان لو الولد ده طلع قارئ للروايات يعني واحد طالب عايز يدرس عماره بقول له تعرف ترسم؟ قال لي لا ما بعرفش ارسم، طب امال انت بتحب ايه؟ قال لي انا بحب اقرا انا من وجهه نظري انا الخاصه يعني انا اخوك علي عبد الرؤوف اقول هذا الولد لازم ادخله قسم عماره، ليه؟ لان العمل الروائي بطبيعته هو عمل بنائي هو سرديه ونحن كمعماريين ايضا نبني سرديات. فاذا او لو حد بيحب السينما مثلا تخيل معايا حضرتك ان الطالب عايز يدرس عماره واحنا في امتحان القبول بنقول له خد التفاحه دي وسمها قال ما بعرفش ارسم هم اللي انت داخل قسم عماره تعمل ايه يا ابني انا بحب اتفرج على افلام والافلام زي ما تكون بتعمل قلت اعمل كده زي برضه الافلام ابني حاجات اعمل خيال انشئ حياه خياليه فانا بقول يا دكتور في سياقنا المعاصر في كل المتغيرات اللي حصلت في عالمنا نحن نحتاج الى اعاده صياغه هذه الافكار، ثم لو تسمح لي كمان يا دكتور احنا عايزين كمان نعيد صياغه من يدرس العماره ومن يقوم بفكره انتاج وتجهيز اجيال جديده من المعماريين، فدي برضه مسؤوليه اخرى ويمكن يبقى لها وقت متسع قادم ان شاء الله، شكرا جزيلا يا دكتور وتحياتي للعائله من فضلك. انا تحت امركم لو في تساؤلات تانية اخويا عمر تحت امر حضرتك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشكر حضرتك دكتور علي على المحاضره الجميله مفيده جدا انا كان عندي ثلاث اسئله سريعه اول سؤال هو انا متفق مع جدا ان فصل تصميم الواجهات عن العمليه المعماريه هو شيء غير صحيح جدا يعني لازم تصميم الواجهه يكون جزء من ال... من تصميم المبنى كاكمل ولكن احنا بنلاحظ ان برضه مهما كان تيجي مرحله شويه في التصميم بعد ما نفكر في التجربه المكانيه لازم نصمم الواجهه بشكل ما او باخر بنستخدم حتى مبادئ البيزك ديزاين عشان نعرف نظبط ال... ال... البروبورشنز او الريشيو بتاعت المبنى وخلافه فازاي ممكن نفصل العمليتين دولت من غير ما نخلي مثلا الطلبه تبالغ في تركيزها على تصميم الواجهة أو برده ما يبقاش الواجهة بسيطة وما تدلش عن اللي عاملها شخص مصمم لأن احنا بنشوف ساعات إن ممكن التجربة فعلا تبقى كويسة جدا ولكن زي ما حضرتك عارف إن المبنى عبارة عن زي الكلوزنج اللي هو بيدي إمبريشن للشخص اللي, اللي جاي يتفرج عليه فلازم برده يدي إمبريشن كويس نوعا ما. تاني سؤال في في ثيورست تركي مشهور جدا اسمه نيلي قال أنزاح حديد إنها مش معمارية ذات هوية عربية ولا عراقية والدليل على ذلك انها عملها ما بتدلش على كده وهو فضل ان هو يوصفها بان هويتها فوق مصطلح الام ككل فحضرتك رايك ايه في خاصه ان عارف حضرتك عندك كتابات عن زها وقابلتها برضو تالت سؤال اخر سؤال في مشروع مشيرب ومشاريع كثيره مشابهه او في مسجد المئات التعليميه استخدموا مثلا كتاب عن الواجهات او ان هم حطوا زخارف اسلاميه ك كبريسولي او حاجه اللي هي الشمس فديت شويه ممكن تكون تقنيه يعتبرها البعض بوست مودرن فازاي نفرق بين ان هي فعلا تكون زي ما حضرتك قلت ذات عمق او انها تكون تريفيال حاجه مبتذله لان لو احنا عملنا لها ابروفال فممكن زي ما حضرتك بتشوف في مصر مثلا مشاريع يبقى معموله بيتون وحاجه بس فوقيها كده ايه اذا خالف يقول لك احنا عملنا عمله اسلاميه جديده. فشكرا جدا على صبر حضرتك. لا لا انا تحت امرك يا محمد وانت عارف انا بحبك ازاي وبحب كتاباتك ويعني انا فخور فخور بحضرتك جدا جدا. العفو يا دكتور بنتعلم من حضرتك. العفو العفو الاسئله يعني تحتاج اجابات مطوله ويمكن ابقى اعمل مع حضرتك حوار لانها موضوعات مهمه جدا جدا لكن خليني اعمل بس طرح سريع جدا لان انا شايف في ناس ثانيه كمان مهمه نستمع اليها. انا انا رايي انا متفق معاك ان طبعا يعني العماره فيها بعد حرفيه المعماري يعني طبعا ده مهم جدا جدا لكن انا قلق يا محمد من فكره ان انا تيجي علي لحظه اتوقف في العمليه التصميميه ويصبح تركيزي فقط على معالجه غلاف يعني زي ما حضرتك قلت بالضبط انا بستخدم قواعد البيزك ديزاين بستخدم قواعد الـ النسب والتوافق والصلد والفويد وخلافه أنا كل اللي أنا بدعو لي يا محمد إن إحنا نستبدل هذه المصطلحات بمصطلحات حياتية يعني بمعنى إيه؟ بدل ما أتكلم على الصلد والفويد أتكلم على الشرفة هل أنا محتاج هنا شرفة؟ هل أنا محتاج هنا إطلالة؟ هل انا محتاج هنا مستوى اعلى شويه يخلي الناس يبقى عندهم اطلاله مختلفه على الحاره ولا على الميدان ولا على الشارع؟ كل اللي بحاول اقوله يا محمد لو لو اعدنا صياغه المصطلحات وتركيزنا دائما كان على ان انا بصمم مبنى مش بصمم وجهه. واثناء ما انا بصمم المبنى حرفيتي بقى كمعماري بتظهر ما احنا كلنا كمعماريين عندنا حرفيات وعندنا قدرات ومش عارف يقول لك ده ايده بتتلف في حرير وده بيعمل من اول سكتش النسب عنده ما شاء الله ممتازه انا انا لست قلق من هذا انا ببقى قلق ان يتحول هذا الى الهدف الرئيسي للعمليه التصميميه فقط وزي ما قلت لحضرتك ندخل بقى في سياق المجاملات بتاع الله على وجهاتك يا محمد الله على وجهاتك يا دكتور علي والوجهات دي ليس لها اي علاقه بتجربه الناس الحقيقيه وحضرتك اكيد تتفق معايا ان في عشرات بالمئات من المباني اللي احنا شفناها وهي مرسومه زي المثال اللي انا بدات فيه المحاضره اللي انا راسم سكتش ضعيف جدا جدا لوجهه ضعيفه جدا لكن الواقع ان خلف هذه الوجهه انا كان كنت متصور حياه قيمه جدا في بيت في حوش وفي مضيفه وفي كذا كذا وزميلي اللي عمل اشجار وعمل عصافير وعمل قطط وعمل مش عارف ايه، لكن جوه البيت بتاعه عباره عن اوضتين لازقين في بعض، الدكتور قال له انت راجل معماري محترم وهتبقى ممتاز. فدي أب... زها حديد انا رايي ان احنا اللي اجبرنا سرديه ان زها حديد العربيه المسلمه العراقيه، زها حديد لم تقول هذا على الاطلاق في اي مرحله من مراحلها، زها حديد كانت مؤمنه تماما انها معماريه اللحظه معمارية العصر معمارية تتحدث بإيقاع القرن الواحد والعشرين ولكن إحنا طبعا الـ الـ يعني السردية القومية الشوفونية بتاعتها زي ما بنعمل مع محمد صلاح وزي ما بنعمل مع معرفش إيه أي حد بيتفوق خارج السياق بتاعنا بنحاول نجيبه ونلبسه عباء أنه هو عندنا لكن زها حديد لم تدعي أنها تعبر عن الإسلام أو تعبر عن العمارة الإسلامية لكن هي كان لها مدرستها الخاصه، لكن عندما نذكر زها حديد يا محمد، انا مهتم جدا جدا بطرحها الذي قالت فيه: انا لا افهم ما معنى واجهه معماريه، انا لا افهم عندما يقولوا نحن الان في مرحله الواجهات المعماريه، وانا رايي ان دي مقوله مهمه جدا تستدعي مننا التفكير، لان لما نسقط هذه المقوله على مشروعاتها نكتشف ان كل مشروعاتها هي عباره عن تجارب. تجاوب من اول اقترابك من المبنى مش بس دخولك جوه المبنى او تحركك داخله آه انا مشروع مشيره بعمل عليه محاضره كامله محمد فان شاء الله نتعرض عليه بصوره كامله باذن الله شكرا جزيلا حبيبي اتفضل يا مهندس عمر السلام عليكم آه حي... حيك الله شكرا اخوي عمر شكرا دكتور علي آه محاضره قيمه كالعاده الحقيقه دكتور انا دائما اعتبرك إن من اهم من ثلاث نقاد معمارين في العماره العربيه المعاصره كتاباتك ما شاء الله تحظى بقبول كبير ارائك النقديه برضه تعكس ما شاء الله ثقافه واسعه والحقيقه دكتور لو تاذن انا عندي بس يمكن ثلاث ملاحظات او خلينا نقول تساؤلات على المحاضره التساؤل الاول دكتور انه انت استخدمت كلمه الواجهه اعتقد انه قد ممكن المستمع المتلقي المحاضره يفهم انه لما يسمع كلمه الواجهه ويقارنها بكلمه الفورم الواجهه تبدو دائما تعطي انطباع انها 2 والفورم هو اللي تقريبا اغلب الصور والمشاريع اللي عرضتها ممكن تنطبق عليها انها اقرب للفورم بس حبيت اني اناقش ثنائيه الواجهه والفورم في العماره العربيه المعاصره. النقطه الثانيه دكتور على موضوع الواجهات مثلا مثال ريتشارد روجرز احيانا دكتور علي انا اخشى ان نقع كمعماريين في نقد العماره بالنقد المتخصصين، نقد المتخصصين عاده يكون ذوق مختلف عن نقد المستخدمين وبعطيك مثال عن برج لويدز اللي في لندن اللي صممه ريتشارد روجرز انا زرته وكان دكتور في حارس مبنى اللي يلبس الرداء الاحمر الكلاسيك البريطاني المعروف اسولف انا وياه فقال لي انه كل الزوار او اغلب الزوار اللي يزورون البرج هذا يقولون عنه اقلي قبيح جدا طبعا انا معجب كثير بريتشارد روجرز وجورج بومبيدو اللي سواه مع بيانو وكنت دائما اقول عن انه استغربت انه كيف انه الراي المعماريين اللي يعتبرون هذا المبنى ايقونه من قناة العمارة المعاصرة لا يشاركهم الرأي فيه العامة وخشيت انه احنا كمعماريين اننا نقع في فخ التعالي على العامه وعلى المستخدمين. النقطه الثالثه دكتور على موضوع العماره العربيه المعاصره بلا شك انه راسم بدران وعبد الحليم ابراهيم الدور الكبير اللي سواه في العماره العربيه المعاصره في موضوع خاصه التشكيلات البصريه اللي عرضتها. لكن دكتور انا بقول لك مره موقف في مجله البناء كانت في مسابقه معماريه للمحكمه الكبرى في الرياض. وشارك فيها راسم بدران وعبد الحليم ابراهيم في مشروع مشترك وكان في المقابل محمد مكية هو صاحب الخيار الآخر وهو اللي فاز في المكية محمد مكية وكانت فكرة عبد الحليم إبراهيم رسم بدران تعتمد على شكل الحارة العربية القديمة بعدها بثلاث شهور صارت مسابقة ثانية وزارة الصحة وشارك فيها الله يرحمه الحو... المعماري الكبير عبد الحليم إبراهيم وكرر ثنائية الحارة القديمة والمدينة العربية القديمة وخلى مبنى وزارة الصحة على شكل حارة هنا مجله البناء طرحت تساؤل نقدي ليش المعماري العربي اسير لاثرية الحاره والتشكيلات البصريه للحاره العربيه يعني كان دائما المعماري العربي مكبل بقيود ايش بقيود التاريخ بينما المعماري الغربي اذا جاء يصمم مبنى في السياق الاسلامي والعربي زي اي ام بي المبنى الجميل اللي انت عرضته تجد انه يغرف من بحر التراث بينما المعماري العربي تشعر انه مكبل وهذا فعلا دكتور انه كرر تكرر هذا الكلام في مشروع التعمير حتى في الجامعه الامريكيه في القاهره وكذا، يعني اقصد انه المعمار العربي قدر قدرته في تشكيلات البصري والوجهات كانت دائما تقع اسرى التكرار. الله يعطيك العافيه واكرر شكرا على المحاضره القيمه. شكرا شكرا جزيلا اخوي عبد المحسن يعطيك الف عافيه. يعني انا خلينا اتابع الثلاث تساؤلات او الثلاث عايز اسميها تساؤلات دي اطروحات ومداخلات قيمه جدا جدا خليني اطرح على حضرتك وجهه نظري الحقيقه يعني انا متفق مع حضرتك في ان هناك فارق بين الواجهه والفورم او الشكل او التشكيل وانا يعني تعمدت ان انا اوضح هذا الكلام جدا جدا وبالعكس يا اخوي عبد المحسن ده احنا لو كثفنا جهودنا اكثر في اتجاه التشكيل في اتجاه الفورم يمكن ده يكون افضل قوي من ثنائيه الابعاد اللي بتبقى مطروحه في الواجهات. تذكر معايا كمان حضرتك ان سياق الكثير من المدن العربيه البناء فيها بيتحول دائما الى ان الوجهه المطله على الشارع هي الميدان الوحيد المتاح للمعماري ان يظهر فيه خضراته وغالبا باقي واجهات المبنى يعني في حاله الا في جيران قراب جدا منها او او انا يعني لو استخدمت تعبيرات حضرتك وانتقلنا اكثر الى التفكير في التشكيل انا اعتقد ان ده هيكون افضل بكثير لكن انا اؤكد لحضرتك ان احنا لسه بصوره مكثفه جدا جدا في العالم العربي نميل الى دراسه الوجهات التعامل مع الوجهات انا في بدايه المحاضره وريت امثله لدراسات ماجستير ودكتوراه بتتكلم على تاثير الوجهات. الاهم كمان اخوي عبد المحسن في العلاقه ما بين الانتقال من حاله الوجهه الى حاله الفورم او التشكيل انا عايز اضيف عليها بعد ثاني لان البعد الثالث اللي انا عايز اضيفه واللي هو يمكن ما يحصلش كمان في التشكيل اللي هو الانساق الحياتيه اللي هي ازاي وانا بصمم تشكيل المبنى او انا بصمم كيان هذا المبنى أنا مهتم زي ما وريت في المثال بتاع دوتشي المعماري الهندي الشهير إن أنا بفكر في إيه هي النطاقات الفراغية اللي هتحدث فيها أنشطة مهما كان بساطتها مهما كان بساطتها يعني دوتشي بيتكلم على الناس اللي هتقعد تحت السلم يعني هو وهو بيصمم شايف إن طبيعة الحياة في القرية هتخلي في ناس تقعد تحت السلم فهو بيصمم الحتة اللي تحت السلم دي بطريقة جيدة فده أنا شايف إن ده مهم جدا أنا موافق حضرتك جدا في موضوع أهمية التفرقة ما بين النقد المتخصصين ونقد العامة لكن الناقد المعماري أو الناقد الفني الرصين جزء من العملية النقدية عنده أن يستطلع رأي العامة ده مهم جدا جدا فأنا أنا ساعات بقول للناس أرجوكم أرجوكم وانا اخر مقاله نقديه كتبتها على المسجدين مسجد باصونه في سوهاج ومسجد مارينا تبسم في دكه بنجلاديش الاثنين تحاورت مع ناس عايشه في سياق المكانين دول لان الناس زي ما حضرتك وقالوا، قلت مهم جدا رايهم لكن في نفس الوقت انا عايز يعني انبه نفسي وانبه حضرتك لان العماره التي سبقت عصرها كانت في بعض الاحيان ترفض من السياق وهستخدم لحضرتك مثال كلاسيكي مهم جدا جدا هو برج ايفل تاور. برج ايفل في باريس اللي هو العلامه المميزه لمدينه باريس في عريضه وقع عليها كبار ادباء وفنانين وعلماء باريس لهدم هذا البرج لان هم كانوا شايفين ان ده مبنى شديد القبح ومن مخلفات المعرض العالمي ويجب الـ يعني الـ هدمه باسرع ما يمكن. فاللي انا بحاول اقول لحضرتك عليه بقدر ما احنا كمتخصصين يجب ان ننتبه ونحن ننقد ايضا يجب ان نكون حذرين ونحن نتعامل نتعامل مع راي العامه لان احيانا العامه بيكون لسه ذوقهم لم يتذوق هذا المدخل الجديد لم يتذوق هذه اللغه الجديده وبعد فتره بتتغير الاراء انا الحقيقه قضيه راسم بدران وعبد الحليم ابراهيم ومحمد مكيه يعني يمكن عايز اعمل مراجعه ليها شويه علشان افهم بس المسابقات دي كان وضعها ايه فهطلع عليها بصوره تفصيليه اكتر علشان حضرتك ركزت على فكره يعني انغلاقهم في فكره الحاره وفي اما المشروع محكمه بيعملوه حاره ومشروع وزاره الصحه برضه بيعملوه حاره فانا بس اعمل مراجعه ليه واتواصل مع حضرتك ان شاء الله. شكرا اخي جزيلا اخوي عبد المحسن يعطيك الف عافيه. الو مساء الخير استاذي العزيز دكتور علي العفو يا دكتور ماجد بحضرتك اللي استاذنا وحبيبنا والواحد كلنا فخورين بحضرتك بعلمك وبخلقك وبكل شيء فيك يا دكتور ربنا يبارك فيك يا حبيبي اولا انا بشكر حضرتك على المحاضره الممتازه اللي اللي دايما يعني حضرتك دايما بتفاجئنا باشياء غير متوقعه الجميل في, في محاضرات حضرتك يعني ان ان كل المباني اللي حضرتك بتشرحها دي حضرتك زرتها أيوة. وتعايشت معها صح. وسالت الناس اللي موجودين هناك فده شيء عظيم جدا انا صح. عندي سؤالين سريعين عشان برضو ما اطولش على حضرتك. السؤال الاولاني واللي عايز اعرف راي حضرتك فيه في ازمه حقيقيه بتحصل في لجان الجوري اللي هي بتحصل اثناء تحكيم المشروعات التصميميه في اخر كل سمستر للاسف الشديد في احنا ما بنديش الطالب المساحه اللازمه انه يعبر عن فكرته يعني دائما احنا بنقطعه وبنهاجمه ودايما بنحاول ننتقد المشاكل الوظيفيه اللي عنده في المشروع من غير ما احنا بنسمع ليه الفكره بتاعته كاملا وازاي قدر يعبر عنها في الرسومات وكده فعلى الرغم على الرغم ان في كليات في العالم العربي معتمده من الار اي كجهه اعتماد بريطانيه وهم بيركزوا جدا على حكايه المساحه ديت اللي انا بحكي عليها. فده اول سؤال، السؤال الثاني بقى اللي عايز اساله لحضرتك سؤال كان اتسال الحقيقه لفران جيري من حوالي ثلاث سنين في مؤتمر في الصين. السؤال ده الحقيقه رد عليه كان الرد بتاعه فج جدا وغير متوقع. اتسال احد الصحفيين ساله قال له دلوقتي حضرتك المباني اللي انت بتصممها ديت وبتنفذها جميله جدا وايقونيه جدا ولكن للاسف هي ما علاقه بالسياق والكونتكست والهيستوري بتاع المكان اللي معمول فيه المشروع دوت فدلوقتي انا بسال حضرتك ايهما افضل ان احنا ننشئ شيء جديد وايقونه جديده تكون جاذبه جدا وتخلق تجربه فرغيه جديده ولا نحاول ان احنا نعمل مشروع جديد يحاول يستنسخ او ينسجم مع البيئه العمرانيه والسياق المحيط بالمكان التاريخي ده بس شكرا لحضرتك انا اللي انا اللي شاكر يا دكتور ولو حضرتك بتشكرني على محاضراتي انا بشكرك على مداخلاتك وعلى الجرعه التنويريه المحترمه اللي موجوده فيها خلينا اقول اتفق مع حضرتك ان اللي احنا عايزين نصف بيه حاله لجان التحكيم في مشروعات التخرج في مصر وبعض دول العالم العربي انا الحقيقه ما سموهوش ازمه يا دكتور يعني انا عارف ان حضرتك راجل مهذب فبتستخدم تعبير ازمه لكن انا اقول دي مصيبه ودي مصيبه من اللي يتقال عليها يا خراشي يعني فعلا مصيبه من اللي بيتقال عليها يا خراشي ليه ليه لان احنا بنحكم مشروع تخرج لطالب بنحكم رساله ماجستير بنحكم رساله دكتوراه واللجنه اللي قاعده اخر حاجه بتركز فيها هي ما يقوله الطالب هي ما يقوله الباحث انا شاهدت بنفسي وقائع وفي واقعه انا كتبت عليها مقاله بعد ما كتبت المقاله دي حرمت من ان انا اعمل محاضره عامه في جامعتي في جامعه القاهره يعني بعتوا لي ايميل بيقولولي لي انت مرفوض وهم اللي كانوا داعيني لان انا اعمل محاضره ليه لان انا اعترضت على سلوك الاساتذه اثناء مناقشه رساله دكتوراه دكتوراه واحد بيعرض رساله الدكتوراه بتاعته وثلاثه دكاتره قاعدين بيتكلموا في التليفون واحد منهم بيتكلم مع مقاول وبيقول له لو ما عملتش ايفو وخام هاجي اخرب بيتك واحد بيناقش الدكتوراه الكلام اللي حضرتك بتقوله مهم لان انا نمره واحد عندما لا استمع الى الطالب انا ده معناه ان انا لا ادري ما هي السرديه وراء الخطوط انا دايما اقول للناس التصميم المعماري هو عمل فكري ذهني ابداعي يعبر عنه بالخطوط إذا أنا حرمت نفسي كأستاذ من أن أستمع إلى سردية الطالب وحكمت فقط من الخطوط أنا أعتقد أن هذه جريمة، جريمة حقيقية ويجب أن يكون هناك ضمير مفعل عند رؤساء أقسام العمارة في مصر والعالم العربي، عند رؤساء لجان مشروعات التخرج، عند المحكمين المشاركين في مشروعات التخرج أن يقول لنفسه اللي أمامي ده إبني أو بنتي وبيحكي سردية سنة كاملة أو بالأحرى أربع سنوات من العمل في قسم العمارة ضحكة من الضحكات اللي هتحكها ولا هرد على تليفون ولا ههزر مع الدكتور اللي جنبي هخسر فكرة الولد قالها ممكن تخليه ياخد بدل, بدل جيد ياخد جيد جدا ولا بدل جيد جدا ياخد امتياز فأنا رأيي يا دكتور ماجد لا يمكن هذا يتغير الا عندما نقنع اعضاء هيئه التدريس ان تحكيم مشروعات التخرج وامتحانات الماجستير والدكتوراه هي صلاه، صلاه حقيقيه، هي واجب مقدس انت تمارس فعل مقدس عندما تحكم مشروع تخرج او مشروع ماجستير او دكتوراه. الحاجه الثانيه المهمه جدا يا دكتور ماجد لو تسمح لي في دكاترة لازم لازم يتواضع جدا جدا عندما لا يدرك ان الطالب سابق لي بأميال بأميال وبشهور وبسنوات ضوئية وبالتالي بدل ما تسخر من الطالب بدل ما تقول له ايه العك اللي انت عامله ده ما انت يمكن انت مش فاهمه ما انت يمكن انت ما قريتش عنه انا انا شفت ناس ايام ما كنت انا في الجامعه بتتكلم على الديكونستراكشن او العماره التفكيكيه بكلمك على دكاتره بمستوى مضحك من السطحيه في الوقت ان الولاد اللي كانوا بيعملوا المشروعات دي كانوا قاريين ميشيل فوكو وجاك دريدا يعني الطالب قاري ميشيل فوكو وجاك دريدا والدكتور بيقول له هي هو انت ما تكسر لي العمودين دول يبقى دي عماره تفكيكيه ساقط يعني ها فانا انا متفق مع حضرتك واتمنى ان التعبير اللي انا قلته ان تتحول هذه اللجان الى افعال مقدسه فعلا يكون هو العمل الحقيقي. السؤال الثاني او الفكره الثانيه المهمه يا دكتور ماجد في كلام حضرتك على موضوع فران جاري انا عايز الاول يا دكتور اضع فران جاري في تصنيفه الحقيقي وزي ما انا قلت لحضرتك عندي محاضره انا على موضوع العماره الايقونيه والمعماريين النجوم يا ريت لو وقت حضرتك سمحت تطلعها لان انا بتكلم فيها على هذا التصنيف يعني فران جاري زها حديد نوفال ريم كولهس في مجموعه من المعماريين نحن نسعى وراءهم دبي كانت بيصحفوا على بطنهم عشان يجيبوا زها حديد قطر بتتوسل عشان فران جاري لهم او 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 نوفال او خلافه هنا يا دكتور نلاقي امثله لان العماره الايقونيه احيت المدينه زي حالة فرانك جاري في متحف بيلباو في متحف جوجنهايم في بيلباو اذا لو انا يا دكتور هجيب المعماري النجم الايقوني ليخلق لي مبنى هذا المبنى سيؤدي الى ضفقه حياه في مدينه او في سياق انا ارحب بده جدا انا بدعو حضرتك يا دكتور ماجد تتامل تصميم مبنى أو مباني جامعة القاهرة الجديدة كارثة 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 كاملة كارثة متكاملة إن ده يكون مبنى تعليمي جامعي بحثي أكاديمي في القرن الواحد والعشرين لسه بنعمل فيه قبة وبنعمل فيه مش عارف إيه وشوية عقود ويقول لك احنا متأثرين بروح الجامعة القديمة يا عم الجامعة القديمة في الجيزة الجامعة القديمة مبنية القرن اللي فات انت دلوقتي المفروض تنطلق انطلاقه جديده وانطلاقه مختلفه فاللي عايز اقوله يا دكتور اما العماره الايقونيه اما نجيب اما نجيب فران نقول له تعال اعمل لنا مساكن لمحدودي الدخل في الهند دي تبقى غلطتنا احنا واللي انا متاكد منه يا دكتور ان هو هيرفض زي ما زها حديد رفضت هذه النوعيه من المشروعات انما لو احنا جبناهم يا دكتور وعندنا الوعي والفهم ان هذا المعماري النجم سيؤثر في تسويق مدينتي تسويق السياق المعماري والعمراني ليا دي قضية أخرى شكرا يا دكتور وربنا يخليك يا حبيبي وتحياتي للعيلة من فضلك يعطيك العافية دكتور أنا المهندسة ديمة من سوريا أه بدي شكرك كثير على المحاضرة وعلى المفردات المعمارية اللي حكيتها أه مثل التجربة الفراغية المعمارية كثير حبيت هالتعبير بس بدي أسألك سؤال شو الفرق بين المعمارة العباسية والعمارة الحقيقية يعني في جزء من التجارب المعمارية هي بتكون صح مميزة ولكن انا ممكن تصنف تحت بند العمارة العباسية او العمارة الاستعراضية حتى يعني جزء صغير من يعني انا انا اخر مشروع يمكن لفرانك جيري انا ما ما حسيته هو عمارة حقيقية بقدر ما هو عمارة استعراضية يعني هل انا ما اتفكر اني انا ضد العماره الحديثه يعني انا من الناس اللي كتير بحب مثلا متحف الجوش ميوزيوم لدانيال كسندي برلين بحب كل اعمار زوبيانو بحب اعمار هاس ولكن في احيانا العماره بتوصل للمرحله الاستعراضيه او المرحله العبثيه فشو هو المعيار اللي عندك نميز بين العماره العبثيه الاستعراضيه والعماره الحقيقيه برايك كمعمار <applause> يا طبعا شوفي يا ديما اولا يعطيكي الف عافيه واهل الشام دول على راسنا احنا بنحبكم جدا جدا. يعني <applause> الله يخليكي، شوفي يعني انا انا لا يمكن احرم معماري ايقوني من انه يجرب ويستعلي ويتمتع، هو ده هو نجم عبد الحليم حافظ عامل له ايه؟ ها؟ ام كلثوم بتغني اقول لها لا والله مش عارف ايه يعني هم كده نجوم حقيقيين يعني لازم نقبل ده اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان هؤلاء مجمل ما يمارسوه في العمل المعماري في انحاء العالم لا يمثل واحد في المية تخيلوا كل الاسماء العملاقه اللي احنا بنتكلم عليها دي لا تمثل واحد في المية من الانتاج المعماري اذا احنا يجب ان ننتبه احنا مشكلتنا بس في التعليم ومشكلتنا في العالم العربي لان احنا دايما خاضعين للغرب ان احنا بنعتقد ان لو الواحد مثلا راح فنلندا ولا راح السويد ولا راح امريكا ولا راح انجلترا المباني كلها فران والمباني كلها زها حديد ده مش حاصل ايضا في سياقات انجلترا وسياقات المانيا والسويد وفنلندا المعماريين النجوم لهم لمسات محدوده لكن فكره العماره العبثيه انا اتراجع عنها شويه لان العماره العبثيه انا ممكن افهم ان في يبقى في مسرح عبثي روايه عبثيه آآ آآ لوحه فيها طرح عبثي لكن العماره هي تكسيد هي بناء للمجتمع هي مبنى سيتم بناؤه حقيقه وسيؤثر في سياق هذه المدينه لعقود مطوله انا لا اقبل ابدا ان احنا نسمح بهذا المستوى من العبث ان نسمح بمستوى ان حد يجي يمارس علينا سخريه معماريه او بيجرب فينا ولذلك انا دايما كنت بقول انا اشتغلت كتير في البحرين ودلوقتي في قطر بقالي سنوات دايما كنت بقول لاهل البحرين واهل قطر اما بيستشروني في اي حاجه لازم الصوت المحلي في منتهى الاهميه المعرفه المحليه تواجه وتقاوم الطرح العالمي فالتوازن ده مهم لان هو ده التوازن اللي ممكن يوقف ما, ي... ما اسمتيه حضرتك العماره العبثيه. الطرح الاستعراضي انا موافقك فيه لكن الخطوره بقى ديما اما الطرح الاستعراضي ده يعمله واحد بيبني بقى حاجه بسيطه للناس زي لو حضرتك قريتي المقاله اللي انا كاتبها على المسجدين المسجد بتاع بتاع سوهاج ومقابل المسجد بتاع دكا بنجلاديش هتلاقيني بتكلم فيه على الفكره الاستعراضيه دي. لان انا مش معقول اكون بعمل مسجد بسيط في قريه القريه دي تبع لتصنيف جهاز المصري للتعبئه والاحصاء من افقر القرى المصريه وانا متفرغ لان انا انتج جوهرتي الخاصه متفرغ لان انتج اسطورتي الخاصه ويتم مجازاتي و... واعطائي جوائز والترحيب بيا ترحيب كبير جدا جدا وننسى ان هذا المسجد يخاطب مجتمع وأن المجتمع يتأمل أن خدماتنا الصحية متدهورة خدماتنا التعليمية متدهورة بنيتنا التحتية متدهورة لكن المسجد لطيف جدا دي عملية يعني مربكة جدا وعايزة تقييم شكرا يا ديما يعطيك ألف عافية السلام عليكم جزاك الله السلام ورحمة الله وبركاته الله شكرا جزيلا دكتورنا العزيز انا واحد من المعجبين بك انا المهندسه انس زيود من الاردن طبعا ومتابع طبعاً. لكتاباتك اللي يعني بالفعل اغنت المكتبه العربيه وسهلت لنا ماده موجوده على الانترنت فشكرا جزيلا لك بدايه العفو آه أخوي العفو آه انا اتفق تماما معك ومع الطرح الذي تقدم لكن عندي تساؤل يعني عندما طرحت فكره انه علينا ان نتعامل مع الواجهه المعماريه ليس يعني بمفهوم الطبقات او بمفهوم انه بمفهوم اعمق من ذلك. طيب مثلا المثال الذي طرحته لاليخاندرو او المساكن التي عملها. طيب هل هذه يعني قد تكون موفقه في انها توفر حياه سعيده للبشر الذين سكنوا بها لكن هل هي تستفز ادراكهم البصري؟ يعني في عندنا نقطتين على المعماري ان يفكر بالمشروع بحيث يخلق فراغا يستفز الادراك البصري للمستخدمين يعني يجعلهم يقفون هذا نراه في حاله المشاريع الضخمه او المشاريع التي يعني مشاريع الدوله او المعماريين النجوم من ها من رحم هذا السؤال اود ان اسال كوني ممارسا للمهنه واتعامل مع يعني مع مع الطبقه المتوسطه عندما يريدون ان يبنون منازل انا افهم تماما انه يعني استخدم مثلا المصطلحات ذات العلاقه بالوظيفه كالشرفه او او الاطلاله اكثر من انه والله مجرد واجهه زجاجيه او الى ذلك لكن هل ضمن مثلا هل الماده او الميزانيه المرصوده للمشروع تلعب دورا في قدره المعماري على خلق تجارب تستفز ادراك المستخدمين وشكرا شكرا شكرا جزيلا اخويا انس سؤالين مهمين جدا جدا بالنسبه للسؤال الاول يا انس انا انا نفسي تطلع على الحاله الراهنه لمشروع اليخاندرو لان المشروع يا انس هو انه انتج مجموعه من الهياكل الاوليه لمساكن وهذه الهياكل الاوليه تخضع خضوع كامل لنمو العائله التي تسكن فيها فتبدا في اضافه اجزاء متتاليه تبعا لاحتياجاتها وينمو المسكن في مستوى الافقي او مستوى الراسي بناء على هذه الاحتياجات المدهش يا انس ان اما اما سرديه هذا المشروع اكتملت تحول الى مشروع شديد الثراء بصريا لان انت بتتكلم على تكوينات كتليه مختلفه بتتكلم على تكوينات لونية مختلفة بتتكلم على بصمات شخصية لكل عائلة مختلفة فأنتجت ثراء مهم جدا ويحدث يعني نوع من أنواع الثراء الفكري والثراء البصري وده يخلينا تنقل على النقطة الثانية المهمة يا أنس أنا الحقيقة شايف أن إحنا برضو في العالم العربي للأسف نعتقد ان جوده العمل المعماري مرتبطه بحجم الانفاق عليه لا يمكن ان يؤمن بهذه المقوله الا معماري محدود القدرات لان المعماري الذي يفهم دوره يؤمن ان التصميم الاصيل يضيف قيمه للعمل المعماري احنا في بعض الاحيان بنشوف اعمال بنقول مش معقول ده كلف كام المبنى ده؟ نكتشف انه ما كلفش حاجه، لكن إنبهارنا بيه ناتج من مستويات التجويد ومستويات الاخلاص ومستويات البحث وحجم الطاقه الابداعيه التي وضعها المعماري في هذا المبنى. انا بقول لحضرتك مبنى مهما صرفت عليه، مهما صرفت عليه، اتصمم في اسبوع، يتعمل في ايه ده؟ احنا لسه شايفين عندنا في مصر مسجد اسمه المسجد الكبير وبعدين عملوا مسجد اسمه المسجد اللي اكبر من المسجد الكبير اكتشفنا ولد من المصممين يعني رئيس فريق في التصميم ارسل واحد صديقه على فيسبوك وبعد كده سحبها يعني انا ما اعرفش الولد ده عايش ولا ميت ولا ايه لكن كتب قال ان المبنى ده كان هيبقى مبنى تاني وبعدين حولنا لنا المسجد وبعدين بعد ما حولناه المسجد كنا احنا كانت الاساسات اتعملت واجزاء من المبنى اتعمل فبدانا نصمم والمقاول شغال دي دي ماساه يا انس ماساه فانا انا يعني عندي استعداد ابعت لحضرتك مجموعه من الامثله لاعمال معماريه راقيه قويه مؤثره انسانيه وكلها بتكاليف شديده الانخفاض والسر هو حجم الطاقه الابداعيه والاخلاص الابداعي الذي وضعه المعماري في هذا المكان شكرا يا انس ويعطيك الف عافيه ولما اجي على الاردن نقعد قعده في حبيبه في منتهى القوه ان شاء الله السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته أستاذي الفاضل دكتور علي سعدت جدا بالمحاضره جزاك الله خير وطبعا توحشني من ساعه ما التقينا مره مرتين بس في مصر يعني قبل سفرك صح فتوك جميل جدا انا سعدت ان حضرتك يعني رجعت او شرت الكتاب بتاع ستيوارد براند هاو بيلدينجز ليرنز الكتاب ده برضه زيك كده انا يعني الاول سمعت حلقات او شفت حلقات في يوتيوب أيوة وبعدين لقيت بالضبط بالضبط كده هو على فكره اتفاجئت ان الحلقات دي مسجله ومتاحه آه على يوتيوب في ست حلقات متاحه على بزبط يوتيوب من اجمل بالضبط بالضبط كتاب جميل جدا والحقيقه استعنت بيه في كتاباتي انا بعد كده عن السيستم والسوفت software architecture <تصحيح> انا طبعا <تصحيح> انا مش معماري وما ادريش ان انا معماري يعني درست العماره كده كهوايه <متزدفع> لكن لا دكتور ده <تصحيح> احنا متشرفين بحضرتك دايما وكتاباتك الله, الله يبارك في حضرتك الله يبارك في حضرتك طبعا انا قريت الكتاب ستيون براند ان هو حقق الادابتبيلتي او الليرنبيلتي بتاعت البيلدنج ده او الليرننج فيشرز بتاعت البيلدنج ال ال عن طريق الكونستراكشن اللي ال هو اتكلم فيه على ازاي بيبقى فيه دي او فك ارتباط بين طبقات مختلفه للبناء وانها ما بتاثرش على بعضها بشكل كبير بحيث ان الواحد ممكن يغير حاجات جوه اللييرز ديت او الطبقات دي من غير ما على الطبقات الاخرى والحقيقه ده مبدا في تصميم النظم احنا بناخده حتى في تصميم السوفت وير والسيستمز وكده ان احنا بنعمل دي كابلينج بين العناصر او طبقات من العناصر عشان نخلي السيستم حتى لو سيستم برمجيات يعني إن هو يبقى عنده إمكانية إن هو يتعدل وينمو ويتغير وهكذا. فأنا قرايتي ليه كانت كده إن هو يعني ال 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 الاهتمام بحتة تعلم المبنى أو إزاي المبنى بيتغير مع ال مع ال الناس اللي بتستخدمه بتبقى عن طريق تدخلات إنشائية أو constructional design مش بس البروجراماتيك لأن البروجراماتيك نفسه ممكن يتغير يعني حضرتك المثال اللي وصفته بما يعتبر الإكسبيرينس أو اليوزر إكسبيرينس جوه المبنى ومثلا طريقه النافيجيشن جوه بيوصل من الباب لحي حته ازاي وبيحس بايه وهو ماشي بيشوف ايه دي جزء من الـ من السبيشال بلان او النافيجيشن بلان اللي هي ممكن تتغير لو انا كان عندي مرونه مثلا في ان انا اعيد اعيد, أعيد ارساء الحوائط او اعيد ترتيبها فمش عارف ايه راي حضرتك في النظره دي ان جزء كبير من المرونه بتاعة خبره المستخدم او تجربه المستخدم بتبقى ممكن احنا نزرعها من وقت الوقت التصميم الانشائي ومش انها تبقى تجربه واحده بس انما تجربه ممكن تغيرها وتعدلها باستمرار فايه تعليق حضرتك على على المفهوم ده طبعا أنا اكيد مش دقيق يعني. لا ده دقيق انا شاكر جدا يا دكتور جلال وده بالعكس دي قراءه دقيقه جدا وانا انا الحقيقه خليني يا دكتور اقول ان سواء احنا بنتكلم على يعني مرونه انشائيه أو مرونة فراغية لها علاقة بالوظائف اللي بتقدم في هذا المبنى خليني أقول أن الاثنين دول يا دكتور جلال داخلين تحت المظلة اللي حضرتك استخدمت نفس اللفظ اللي أنا استخدمته وهو فكرة النمو أن تسمح للمبنى بأن ينمو الطرح اللي حضرتك بتقوله أو القراءة اللي حضرتك قرأتها عندما يعني شاهدت هذا الكتاب أو, أو آسف قرأت هذا الكتاب كانت قراءة أنت لمستها أكثر من البعد الإنشائي وأنت محق فيه، لكن إحنا بالنسبة لنا كمعماريين إحنا دايماً عندنا التركيبة كلها متداخلة، يعني البعد الإنشائي، البعد الوظيفي، البعد الجمالي، دايماً المنظومة دي متداخلة عندنا، لكن المهم هنا يا دكتور إن إحنا ندرك إن المنظومة دي ليست منظومة مقدسة، دي منظومة تخضع لفكرة النمو. وعندما تخضع لفكره النمو وزي ما حضرتك قلت بصوره يعني رائعه زي بالظبط موضوع البرمجيات لان انت, انت 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 عايز تعطي بعد من المرونه وبعد من استيعاب ايقاع جديد او احتياج جديد او تفكير جديد او مدخل جديد للتعامل مع مشكله. ده نفس الفكر اللي انا بتكلم عليه بالضبط ان وزي ما انا بقول لحضرتك احنا بس الفارق بيني وبين حضرتك ان احنا كمعماريين دايما تدربنا ان احنا بننظر للمنظومه كلها بعدها الانشائي وبعدها الوظيفي وبعدها الجمالي لو احنا بدانا نفكر ان المبنى بينمو ان المبنى بيتحرك من نطاق الى نطاق ومن وظيفه الى وظيفه وان البنيه الـ 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 الانشائيه لي بها من المرونة وبها من القدرة إنها تنمو معانا في نفس الوقت اللي تحقق المتطلبات الوظيفية ده, 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 ده التفكير المهم جدا اللي لو رجعنا بقى الموضوع المحاضرة يا دكتور وربطناه بفكرة الواجهات يعيد صياغة الموضوع تماما بقى ما فيش حاجة اسمها واجهة بقى مش حاجه بكل واجهة. ده احنا بنتكلم على دأكيد. كيان بنتكلم على كيان كيان حقيقي بالمعنى العميق للكلمة أنا عاجز عن الشكر يا دكتور جلال العفو يا دكتور الله يخليك العفو العفو ده انا ده انا شاكر جدا جدا لوجود حضرتك الله يبارك في حضرتك في لسه تساؤلات يا عمر الساعه 11 انا خايف الناس تنهار طيب تحت أمر. تحت... تحت امر تحت امر تحت امر تحت امر السلام عليكم السلام ورحمه الله, الله, الله وبركاته مساء النور يا ايمن ازيك يا حبيبي أه انا اسمع حضرتك انس او متاسف انس ازيك يا انس ازاي حضرتك ايه الاخبار طبعا طرح مميز جدا جدا كالعاده الله يكرمك آه، 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 لكن خليني ادخل في سؤال على طول علشان خاطر ما اضيعش وقت حضراتكم تحت آه، انا كنت عاوز اسال آه، يعني ماذا يفعل المعماري الممارس المقتنع تماما الاقتناع بما طرحتموه من آه، يعني من من فرضيات واطروحات و... 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 جميله جدا آه... في ظل وجود تشريعات وقوانين للبنى اللي في الغالب لا تتناسب ابدا مع تصميم التجربه الفراغيه وليس مجرد واجهه وفي ظل ظهور نوع جديد من العملاء المستثمرين اللي يعني ما بيعرفوش لشغلهم غير بفكره الواجهات المعماريه واللقطات وكمان مش هيسمحوا للمعماري ان هو يعني يصمم تجربه فراغيه على حساب سنتي واحد بس من من المساحه اللي خصصت ليهم وكمان في ظل وجود يعني عشق غير مبرر يعني كاننا بقين بقالينا جمهور كده عاشق للزجاج والالومنيوم كلادينج وكاره كره شديد لكل ما هو اخضر يعني احنا احنا في حاجات كتير قوي يا دكتور يعني حابين ان احنا يعني نعالجها مع بعض في مرحله ما قبل ما الذي ينبغي على المعماري ان يفعل تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الحضور الله يخليك يا انس طبعا يعني شوف يا انس انا مش عايز اقدم هنا يعني طرح وردي ولا عايز كمان اخليكوا يعني 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 الناس تتحدى بالذات الناس اللي قاعده في مصر انا يعني انا مشفق عليكم جدا 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 مشفق على ممارسه معماريه وعمرانيه متدنيه مشفق على ان احنا نبقى في بلد بتبني عاصمة جديدة وبتبني عالمين جديدة وبتبني وراء جديدة وبتبني معرفش إيه وكل هذه وبيقولوا آه في كم أربعين مدينة من الجيل الرابع و30 مدينة من الجيل الخامس ومدينة الفنون ودار أوبرا ودار كذا ومدينة العدالة إلخ, إلخ 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 ومع كل ما يبنى لا يوجد مبنى واحد لفت انظار العالم انا عايز اقول لحضرتك فكره العواصم الجديده ليست ليست جديده يعني من اول اوسكار نيماير عمل الريو دي جانيرو وإلخ إلخ لسه انا كنت راجع من اندونيسيا قبل كوفيد كانوا بيعملوا فيها برضه عاصمه جديده وكل كل هذه كانت مناسبات ان البلد تضع نفسها على خريطه العماره والعمران العالمي احنا تخيل كل اللي بنعمله ده مفيش عندنا مبنى واحد ليه قيمه ومبنى واحد ليه لان انت ما عندكش مسابقات معماريه ما عندكش حاله من محاوله لانتاج عماره محترمه فاذا انا بدعي ان المعماريين اللي موجودين في مصر اللي عندهم رغبه يعملوا عماره محترمه دول في حاله نضال حاله نضال حقيقي وحاله كفاح حقيقي لكن في نفس الوقت انا اقترح عليك حاجه انس بقدر المستطاع شاركه في مسابقات وانا فعلا هخلي المهندس عمر يعمل لنا محاضره عن موضوع المسابقات ده المسابقات انا مش بتكلم عن المسابقات بتاعه مصر مسابقات مصر اولا ما بقاش في مسابقات في مصر بقت محدوده جدا جدا يعني انا مش قادر اتخيل ان مشروع زي مشروع العاصمه الجديده ده ما فيش ولا مسابقه عملوا مسابقه واحده بس اسمها لمؤاخذه فرش الميادين يعني هي كان اسمها كده بالفعل لمؤاخذه فرش الميادين وعالمين جديده مفيش حاجه ده ما حاجه جامعه القاهره ما فيهاش حاجه دار الاوبرا بتتعمل انا مسميها العماره الصينيه يعني هي بتتعمل في شهر ونص تصميم وتنفيذ وعفش وافتتاح وحفله وكل حاجه ده كله بيتعمل في شهر ونص فانا رجائي ليك ان انت تحاول تناضل شويه خلينا فاكرين ان زها حديد اللي الناس بتهاجمها قعدت لغايه ما عندها 35 سنه لم تبني مبنى واحد واول مبنى بنيته كان محطه اطفاء محطه اللي بيقعد فيها الناس بتوع المطافي والعربيات بتاعتهم جنب متحف الاساس بتاع فارتا بالمانيا ها فانا بس بقول عبد الحليم ابراهيم قعد لغايه ما عنده أربعين سنه ما بناش مبنى واحد في مصر، مبنى واحد في مصر. فانا بعتقد كمان ان المعماري الاصيل المحترم يجب ان يكون نوعي وليس كمي. طبعا في الواحد عايز ياكل عيش وعنده عيله وكده فيعني هي حاله نضال وكفاح وربنا معاك لان انا عارف انها قاسيه جدا وانا قعدت في مصر لغايه ما كان عندي 40 سنه وعارف قد ايه الموضوع في منتهى القسوه. ربنا يوفقك يا حبيبي. مساء الخير مساء الخير للجميع الكاميرا مش مفتوحه مش هيك؟ لا مش مفتوحه والله <applause> ولا أهلا عايزين نشوف يعني اطلالتك الجميله شكرا شكرا دكتور علي شكرا كثير على المحاضره القيمه جدا المضبوط المحاضره كثير مستفزه زي ما حكيت وشامل أه كتير كثير بس انا بدي استفزك اكثر كمان بس استفزك أه 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 اكثر أه أه كيف بو. انت بتستفزنا بنرجع لك اياها يعني ارجوك أه أه يا حبيبي ارجوك انا موجود في لندن لسه اي أه أه معماري أه واكاديمي كمان ما شاء الله ما شاء الله هلا بيك أنا كنت بحاول إنه أوسّع الرفض للواجهات أن يكون رفض للفورم. أيوة. الرفض للفورم. أيوة. وبأسس الادعاء هذا على مفهوم عملية التصميم اليوم. هل التصميم اليوم والتعليم المعماري الموجود هل حقا هو من شأن حل مشاكل العالم الحقيقية؟ ونحن أمام مشاكل وجودية وكارثية والعمارة جزء منها والعمارة أيضا الحل لأنه 70% من المشاكل هي المدينة والعمارة وبعدنا إحنا بنحكي للأسف أنا طلعت من أكم من سنة يعني اللي بصير في العالم العربي والتدريس هناك قضية الواجهات قضية مركزية بينما في الغرب هنا يعني ما بحياتي سمعت حدا بيحكي على واجهة لما زها حكت معك من هالشكل شو واجهة أنا بسألك أنا شخصيا كمان ما بعرف شو واجهة صح ايش هذا الكلام في 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 يا دكتور أيمن جامعة القاهرة بس فيها حوالي 70 أو 80 رسالة عنوانهم فيها تاثير الواجهات نوع الواجهات عوده الواجهات هي مش بس في ظاهرة. هي ظاهره ظاهره في كثير في كثير مكانات موجوده السؤال أيوة. انه اذا احنا بدنا نتعامل في حل مشاكل العالم أيوة. والعماره هي جزء من حيز ومن هي امبيدد بالانفايرمنت وبالكلايمت وبكل هاي الامور وانت حكيت كلمه جدا مركزيه حسب رايي اللي هي الاساس ممكن تكون لاي نظره مستقبليه هي كومبلكسيتي والكومبلكسيتي هي مش بس انه نعمل تضارب الاشكال وتركيب مع بعض وتتحول مش كومبلكسيتي تتحول لفوضى الكومبلكسيتي كعلم اللي بحاول يفهم التفاعلات بين الانظمه البيئيه المناخيه العمرانيه البنيويه تاعت البناء حتى البروجرام اللي انت بتسميها اللي انا حبيت هاي الخبريه سميتها experience يعني الاركتكتشر اللي هي عمليا هذا حتى النظام اللي ممكن يترجم في موديل ماثيماتيكال موديل ونشوف الانتر اكشن تبعه يعني اذا بنحكي على واجهات مثلا بدك تعمل شرفه هاي الشرفه كيف ممكن تتعامل مع البيئه تاعتها الفورم في الطبيعه الفورم في الطبيعه اذا كانت نبته او حيوان او شجره او اي شيء وتطور نتيجه الميتابوليزم هذا والتفاعل اللي موجود هناك انا حسب رايي التدريس العمراني اليوم هو ايريليفنت المعماريين ايريليفنت احنا غير مفيدين لاي شيء العالم حتى ما بسمع لإلنا يعني حتى لما بننطي محاضره او بنكتب كتاب بس احنا المعماريين بنشوفه احنا مش زي الاقتصاديين ولا السياسيين ولا علماء الاجتماع ولا اي شيء ما عم نفيد ما عم ننطي حلول بيجوا مهندسين مرات بنطوا حلول بالسستينابيليتي وبكل امور تانية فاجى الوقت انه احنا نعيد اختراع التدريس واختراع العماره حتى العماره هي مش شكل هي بروسيس والانتقال وانت ذكرت حتى في احد البوستات تبعونك عن روجرز كيف الانتقال من مرحله البروسيس ل فيمكن هذا مش سؤال كان اكثر مداخله وشكر كمان مره بنتامل كلنا اللقاءات اللي نتداول فيها القضيه مش لا للواجهات لا للفورم كمان لا لا ده, كلام دي, دي مش مداخلة يا دكتور ده طرح في منتهى العمق وفي منتهى القيمة وان شاء الله يبقى لينا لقاءات متعدده واول شخص. زياره ليا للندن اكيد همر على حضرتك احنا في انتظارك في لندن وفي فلسطين اكيد فلسطين على راسنا يا دكتور <تصفيق> بس <تصفيق> انا انا عايز اقول لحضرتك حاجه حاجه لطيفه جدا يا دكتور لان انا متفق مع حضرتك تماما وخاصه في عالمنا العربي احنا لسه معتقدين ان العماره تعلمها هو تعليم مهني هو تعليم حرفي حرفيه التصميم بندعي في مؤتمراتنا وفي لقاءاتنا وفي حواراتنا وفي ابحاثنا ان العماره هي علم جامع وان لا يمكن ان تتم العمليه المعماريه دون فهم للقيم الاجتماعيه والقيم الانثروبولوجيه والسياسيه وخلافه انا كتبت كتاب يا دكتور عن ما يحدث حول مكه باعاقب عليه حتى الان كتبت كتاب عن انت. آه. من آه. انت. طبعا كتبت كتاب عن ما حدث في ميدان التحرير وما يحدث في ميدان التحرير وربطه بالسياق الاجتماعي والسياسي بقى اعاقب عليه حتى الان اللي بحاول اقوله لحضرتك ان في محاوله مع سبق الاصرار والترصد في مدارس العماره في العالم في مصر والعالم العربي ان تصبح مدارس العماره خاليه الدسم خلية الدسم يعني إيه يا دكتور؟ يعني إحنا قاعدين نتكلم في الوجهات زي ما حضرتك اندهشت. قاعدين نتكلم نعمل وجه روماني ولا نعمل وجه إغريقي ولا فلان بيعمل حاجات لذيذة قوي بالخشب. بيتكلموا كده باللغة دي يا دكتور. وجهاتك لذيذة، وجهتك ظريفة، تجنن، حاجات من هذا النوع. أنا رأيي يا دكتور إن ده مشروع متعمد ليجعل دراسة العمارة خالية الدسم. وكما قلت حضرتك هنا عندما تصبح العمارة خالية الدسم تنتهي علاقتها بالمجتمع، ويشعر رجل الشارع العادي اننا لسنا لنا قيمه. المعماري والعمراني المصري والعربي سيصبح له قيمه عندما تصل رسائل لرجل الشارع انني اصمم من اجلك. انا لسه كاتب يا دكتور مقاله بتكلم فيها على مسجد في قريه مصريه، القريه افقر قريه في مصر. معمول فيها مسجد تكلفته قد تكلفه القريه بسكانها ب... بكل ما يملكوه ببنيتها الاساسيه بكل شيء ليه ده <applause> أه طبعا وفي نفس... واللي يدهش حضرتك ان المسجد ده قاعد ياخد جوائز يعني في كل حته بيدوا جايزه ليه لان لا يمكن ان مسجد زي ده يكافى الا في السياق عديم الدسم اللي انا بتكلم عليه لان لو احنا ادركنا ان المعماري يجب ان يبني من اجل المجتمع أن المعماري هو يؤدي رسائل تنموية حقيقية يحل بيها مشاكل زي ما حضرتك طرحت بالظبط إحنا العالم يا دكتور بيعاني مشاكل كوفيد 19 دي جائحة كورونا وأظهرت لنا كم من الإخفاقات وكم من عدم المساواة وكم من عدم وجود عدالة بين شخص يسكن في كومباوند في مجتمع سكني مغلق واخر يسكن في اكواخ من الصفيح واللي ساكن في اكواخ الصفيح اللي ما عندوش خدمات صحيه مطالب ان هو يخرج كل يوم بالمتسك عشان يودي طلبات الاكل اللي قاعد اللي بيها الشخص الثاني في المجمع وواهم نفسه ان هو اصل في اللوك داون انا في الاغلاق ويقولوا للناس الفقراء المهمشين انتوا ليه يا جماعه ما بتقعدوش في بيوتكم؟ يعني كمية موضوع التغير المناخي وكل ما يطرحه التغير المناخي يا دكتور هل يعقل يا دكتور أن مصر تكون دولة زي ما ذكر زملائنا بيتخلصوا من الأشجار يا دكتور يعني في حمى اسمها التخلص من الأشجار حمى اسمها ابني كوبري حمى اسمها الأسفلت هو الحل طيب دي عملية في منتهى الخطورة لأن انت أثناء ما العالم كله بيتوجه إلى المدن الخالية من السيارات المدن الصديقة للإنسان، المدن الصديقة للبيئة، العالم كله بيتحرك من المدن المتروبوليتان الضخمة المتضخمة المتعملقة إلى المدن الصغيرة الأوربن فيليجز، القرى الحضرية الصغيرة. العالم كله بيعمل كده وإحنا قاعدين نعمل أسفلت ونقطع في الشجر، ليه يا دكتور؟ لأن إحنا خلقنا أجيال من المعماريين والعمرانيين عديم الدسم، ولو أي حد جو انه يخلي الخطاب في جديه يعاقب باسرع ما يمكن اذا احنا فعلا انا متفق مع حضرتك احنا محتاجين ثوره حقيقيه حقيقيه في العالم العربي لاعاده تفعيل الدور الحقيقي للمعماري والعمراني انا متفق مع حضرتك تماما وهقعد مع حضرتك نعمل جلسه مطوله ان شاء الله, الله. يعطيك إن شاء الف الله. عافيه يا دكتور على فكره في احدى الكورسات اللي بعلمها في احدى الجامعات تخطيط المدن بطلب منهم تخطيط مدن بلا شوارع بلا بلا طرق يعني بلا طرق بلا طرق, بلا طرق كل المدينه ف... فيه فيه كزا فيه كزا في العالم في كذا مدينه في العالم يا دكتور في كذا مدينه في العالم بـ بـ منهم مدينه هلسنكي اللي قاعد فيها اخويا الدكتور حسام ب 20 50 خلاص هتبقى مدن عديمه السيارات ما فيش سيارات فيها يعني عمليه مذهله عمليه مذهله لما تبقى حضرتك تسمع ان كمان 30 سنه في مدن من المدن المؤثره في اقتصادات العالم هتصبح مدن عديمه السيارات واحنا ب... احنا قاعدين نسقف ونوزع جوائز على بعض ان احنا بنعمل كباري و... وطرق اسفلتيه تمزق المدينه. شكرا يا دكتور ايمن دكتور يعطيك دكتور الف شكرا عافيه. شكرا لك دكتور علي. يبقى في بس مش دلوقتي على إنما انا انهارت يا عمر. يعني اوعى تقول لي دلوقتي <applause> انا دلوقتي في حاله انهيار ده كتاب مهم جدا وانا بعتز بيه خلاص تحت امرك يا حبيبي تحت امر حضرتك وتحت امركم كلكم اتفضل يا دكتور مسك الختام بقى دكتورنا الحبيب ربنا ربنا يبارك فيك احسن الله اليكم والله للحديث شجون حضرتك يعني بتستيموليت اس يعني انت بتثيرنا على الـ على الـ على التفكير آه الله الامثله اللي حضرتك تفضلت بيها جزء منها راح لمساله التجربه التفاعليه للبليس ميكنج وانا عايز اروح للمساله ديت من ناحيه ان حضرتك تفضلت حالا اتكلمت على انه التعليم المعماري تعليم شامل ومتعدد و وانا اتخيل يعني انه حركات زي الميتابوليزم في 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 اليابان كان الاربع شبان متاثرين بالماركسيه مثلا صح و... و... ومسائل الجدران التفاعليه اللي حضرتك يعني نورتنا بها سواء للناس اللي في النوبه او الصعيد عن الحجيج او الجرافيتي دي تقرا في سياق الكريتيكال ماس في يوغرن هابرماس تقرا في في هانا ارنت في representation وتقرا في في هنري لافيفر في الـ في البرودكشن اوف سبيس السؤال هنا احنا للاسف الشديد معظم الممارسين للعماره في اقليمنا يتوقفوا عند البكالوريوس وقد يتقاعدوا بالبكالوريوس بمعنى انه الدراسات حتى درجه البكالوريوس ما بتدهمش هذا الثراء ولا يدرسوا هذه الـ 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 المجالات اللي بتوسع إدراكهم أن العمارة فن يعني مندمج ومتفاعل مع علوم أخرى كثيرة مع علوم حياتية مع, مع مسائل مع توجهات سياسية مع الترينز والحاجات اللي موجودة حواليهم فهل هنا القصور كمان في مسألة أنه إحنا بنديهم إيه غير العمارة لأنه في أشياء كثيرة أسس لها فلاسفة ومنظرين ليسوا معماريين ولكن يثروا إثراء حضر زي نظرية فوكول والمسألة البايوبوليتكس فالباكج دي للأسف الشديد هي موجودة في البوست جراديويت لكن الطالب الممارس وهي القاعدة العام يعني هؤلاء هم المين باور للسوق في بلادنا هم حاملي درجة البكالوريوس وبالتالي فهم أكثر مهنيين يعني حرفيين زي ما حضرتك تفضلت لكن البعد اللي اللي, اللي اللي فيه طرح وله معنى ومغزى ساقط ما راي حضرتك في الأمر انا شاكر جدا يا دكتور حسام ويمكن كان في جزء من ردي على الدكتور ايمن له علاقه بهذه الفكره وده انا انا يعني انا هدهش حضرتك ان حتى على مستوى الدراسات العليا ساعات الامور ما بتبقاش معمقه يعني ساعات كتير جدا جدا التعميق يعني انا انا اذكر مره كنت بناقش رساله ماجستير والدكاتره المشرفين قالوا لي لا ما انت مش هنعمق الامور كده ده الطالب في مرحله الماجستير بيبقى بس بنعلمه طرق البحث يعني يعني واحد بيعمل ماجستير فاحنا المفروض نعلمه ازاي تبحث مش ان الكلام ده يتعمل من سنين سابقه لكن المهم هنا يا دكتور حسام ان فكره فهم العماره كعمل سياسي اجتماعي اقتصادي نضالي تعبيري بنائي ده كلام ما ينفعش يبقى في الدراسات العليا ده لازم نبدا بيه يا دكتور وانا عايز اختم كلامي النهارده في محاضره النهارده ويمكن الدكاتره اللي بالذات من مصر سمعوا الكلام ده واشفقوا على الطلبه كم مره يا دكتور حسام سمعنا الدكاتره وهما بيقولوا للطالب اما بدا يعمق شويه في كلامه هو انت هتتفلسف يا ابني وانت تتفلسف شوف قد ايه الكلمه دي يعني الجرح اللي بتسيبه يا دكتور جرح عميق لان انت بتعاقب الولد بس لما بدا يعمق كلامه اما بدا يستشهد مثلا بذا اوف سبيس بتاع او اما بدا يتكلم على ثوره العمران او اما بدا يتكلم على ابن خلدون قال ايه اول ما تبدا تطرح هذه الافكار تلاقي الناس يقول لك الله انت بتفلسف يا ابني ولا ايه؟ ليه ده حاصل يا دكتور؟ لان زي ما حضرتك طرحت وزي ما انا قلت للدكتور ايمن وزي الطرح اللي قاله الدكتور ايمن وكمان الكلام الجميل اللي قاله الدكتور جلال على على فكره حتى لو خرجنا من العماره لمجال برمجيات كل العلوم متصله وكل العلوم متواصله والعالم كله دلوقتي بينادي بيه تقاطعات العلوم وتقاطعات المعارف انا بندهش ان احنا عندنا فهم عميق لكل هذه الاشياء لكن لسه مركزين على البعد المهني والحرفي فانا متفق مع حضرتك وان شاء الله يمكن نعمل حتى في وجود الدكتور ماجد يوسف لان هو مهتم جدا بموضوع التعليم نعمل مره جلسه على التعليم واستشراف ابعاد مستقبليه باذن الله. انا عاجز عن الشكر يا دكتور. شكرا جزيلا اثريت ووفيت جزاك الله خير. الله يخليك، الله يخلي حضرتك. شكرا. تحت امركم. أنا تحت أمركم وشاكر جدا لكل الناس اللي موجودة أنها سهرت لغاية دلوقتي و... وعلى راسي الناس اللي من من سوريا ومن فلسطين ومن الأردن و... وطبعا حبايبي من مصر كلهم يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يبقى لينا لقاءات متعددة و... ولما كمان ازيك يا لما طمنيني عليكي ربنا يكرمكم جميعا يا رب موفقين إن شاء الله شكرا يا أنس يا حبيبي شكرا أشوفكم بكل الخير في أمان الله في أمان الله شكرا يا عمر شكرا جزيلا السلام عليكم مع السلامة يا دكتور ماجد مع السلامة يا دكتور جلال دكتور أيمن دكتور حسام أنس كل الجميع لكم كل تحياتي دكتور سنان عبد القادر زي الصحة يا دكتور ربنا يكرمكم